اوعى يكون ابويا قال لك كلام يزعلك. ابويا راجل طيب، بس انت فاهم بقى، بيتنا كان منور بيك. بشكرك. ما تكدبش عليا يا محمود، الواد سيد اللي على الناصيه بتاع مكنه التصوير قال ان انت صورت عنده 3 حاجات، 1 شهاده المؤهل، و2 شهاده الجيش، و3 الباسبور. كده بقى فين السفر تاني؟ يا نهار ابوك اسود، انت بتجسس عليا يا بت؟ ها؟ مجنده الواد بتاع مكنه التصوير؟ طب والله يا شيرين لاكون جايب لك دوره في المكنه دي دلوقتي. لا يا محمود، الواد ملوش ذنب، حرام عليك، احنا كنا واقفين بنتكلم وكلام جنب بعض عم قال لي. لو النبي هتستسك عليا انا يا بت؟ انت مجنده الواد بتاع التصوير ده عشان عارفه ان انا بصور عنده الورق بتاعي، عشان مش حرامي بيصور الورقه ب 75 قرش، قلت اربط معاه واعرف اخبار محمود. جنتي مين تاني؟ اوعى تكوني جنتي بتاع المكتبه وقال لك انك خدت من عنده الصبح 3 أظرف كبار. نهارك اسود يا محمود، 3 أظرف؟ يعني انت كده مقدم في 3 سفارات. محمود انت مش وعدتني ان انت مش هتفكر في السفر تاني؟ انا ما وعدتكيش بحاجه. نعم يا اخويا، ما وعدتنيش بايه؟ مشوار اسكندريه اللي جينا منه امبارح ده كان ايه؟ واللي قلتولي في المنتزه؟ هتسيح لنا في الحاره، انا بتكلم على موضوع السفر، انا ما وعدتكيش بحاجه في موضوع السفر. لا وعدتني يا محمود. انت كنت بتسكتني عشان ما اتكلمش معاك في الموضوع ده تاني؟ عرفت ليه بحبك. طب ايه رايك يا محمود؟ والله العظيم انا ساكته، ولو ما جيتش لحد عندي في البيت وقطعت الورق تحت رجليا وحرقته مش هتشوف وشي تاني العمر كله. نعم يا اختي، اجيب الورق احرقه تحت رجليك واغني السلام الوطني ووطي ابوس ارض الوطن. ليه؟ ام المصريين؟ انت كمان بتتريق. ما تتريقش ليه؟ احنا حالتنا غيرها. تقطع الورقه، انت عارفه الورقه ده كلفني كام؟ هيكون اغلى عندك من زعل يا محمود. يا بنت وانت ايه اللي زعلك بس؟ هو ايه اللي يزعلني؟ بتقول لي هسافر وتمشي وتسيبني، اعيش انا من غيرك ازاي؟ وتعيشي معايا ازاي اصلا؟ شيرين انا عايز اسافر اي بلد يا بنتي، اجيب قرشين نتلم بيهم في اي خرابه زوجيه، ده زلقناها في الزمن الاخبر ده. يا حبيبي بكره تكسب القضيه ان شاء الله ويعينوك في الكليه ونعيش مع بعض من غير ما تتغرب. اهو لحد بقى مكسب القضيه ويعينوني في الكليه سيبيني واوعدك هجيب لك كل ورق السفارات نولع فيه في الشارع ونقعد نلف حواليه زي الهنود الحمر. برضه بتسكتني يا محمود. طب ايه رايك بقى يا ابن الناس؟ السفريه دي كوم وانا كوم تاني بقى. يعني ايه يا شيرين؟ يعني انت لو سافرت يا ابن الناس يبقى بتخسرني للابد. الله يخرب بيت الاغاني اللي بوظت مخك. يا بنت اخسرك ليه بس؟ وانا مسافر عشان مين؟ مش عشانك. طب وانا ايه اللي يضمن لي بقى ان انت اول ما تسافر هناك تلاقي بنت احلى مني تقوم لايف عليها وتتجوزها زي ما كل ما بيعمل؟ ده على اساس ان بنات بره مستنيني في المطار نايمين جنب السير مستنيين محمود عبد الناصر يوصل عشان يقع في غرامه. اتجننت يا بت؟ اه يا محمود انا اتجننت، وانا قلت لك الكلام اللي عندي، انت هتعيش هنا معايا وهناكلها بدقه. الله يخرب بيت الدقه اللي جننت بنات مصر، الا ما فيكوا واحده دقتها. انت عارفه الدقه دي لو كلتيها 3 أيام بس هتجيب لك تسمم، مش بعيد توقع لك شعرك. حابه تعيشي قرعه ده شيء يرجع لك. اه يا محمود حابة اعيش قرعة، وانا قلت لك الكلام اللي عندي وخلاص. جرايه يا بت، بتتكلمي عدل، انت بتهدديني ولا ايه؟ اه بهددك يا محمود، انا خلاص مات الكلام. مات الكلام؟ كم مرة قلت لك ما تحفظيش الكلام اللي بيتكتب على ظهر التكاتك؟ ماشي يا شيرين. هو الراجل اتأخر ليه؟ انت مش قلت لي زمانه على وصول؟ وبعدين بقى يا ست، ان الله مع الصابرين. هو بمزاجي تلاقيه اتأخر في القطر. انا لسه مكلم الضيف بتاعه في بورسعيد، قال انه شيك عليه وقال انه خلاص داخل علينا. اهدي كده. ها اهدي. اهدى ايه بس يا عم؟ انا مش قلت لك قبل كده تبقى تشيل حاجتي عشان اما اجي الاقيها على طول؟ ما انت ما دفعتيش عشان احجزها لك، اديتها لزبون تاني، يعني يرضيكي حالي يوقف. طب خلاص خلاص، يعني انت عايز تقنعني انك مش مدكن حاجه كده لدماغك في اي حته؟ اعوذ بالله، انا ماليش في البلاوي دي، ربنا يتوب عليكي منها. يا راجل
السلام عليكم. سلام ورحمة الله. مش حضرتك الأستاذ محمود برضو؟ إن شاء الله. جيت في وقتك قبل ما بسلامتها تعمل لي فضيحة في الصيدلية. خلصني، بقول لك مش قادرة خلاص. حاضر حاضر، مش لما أقفل باب الصيدلية عشان أستلم الحاجة من الراجل. خد حقك وخلصني، بقول لك خلاص مش قادر، دماغك تتفتك. خلاص خلاص، اقفي عند الباب وربنا يستر. مش وقت الكلام ده، هاتوا انا همساعد معرفتي. هتاخديه كله؟ هبخزره بمعرفتي عشان ما تزلش ليك. طيب طالما معاكي تمنه يبقى براحتك. ايه ده يا بنتي؟ انا مش جواهرجي. في ايدك ده ساوي اكتر من تم الحقوق دي بكتير. خده ومش هتندم. ما فوق لك بس هنبقى نتحاسب. بس يعني بس ايه؟ خليك حلو وما تخلينيش اعلي صوتي. قسما عظما لو طلع فالصو لكون فضحك فضيحة القطط يا بنت الكلب يا شمامة. شمامة ايه بس يا عم الحاج؟ هي بتطحن الفياجرا وبتشمها ولا ايه؟ هو في دماغ جديدة نزلت في البلد واحنا ما نعرفهاش؟ بتفهم في الذهب يا عم؟ ذهب ايه بس؟ انا سامعك تقول فياجرا ومش عارف، هو في فياجرا حريمي؟ في ايه بالظبط؟ فياجرا حريمي ايه؟ انت هتستعبط. بقول لك ايه؟ معلش انا كل اسئلتي هتبقى عبيطه، استحملني شويه. هو ايه اللي جوه العلب دي بالظبط؟ غريبه. ده كامل قال لي انك نسيب شافع بيه. ايه؟ هو مرتفق ولا ايه؟ يا نهار اسود على ده زمان. انت جيت من شغل بدري ليه؟ تعالى فهمني. انطق. شافع فين؟ شافع ايه يا جدع؟ ما اعرفش عنه حاجه. انطق بدل ما انفخ اكتر ما انت منفخ. شافع فين يا جدع؟ ما اعرفش عنه حاجه يا جدع. في ايه؟ ماشي بس انا كلامي مش معاك، انا كلامي مع الكلب اللي مشغلك. اوعى. ده وقت يبقى مقفول في التليفون؟ ده اللي اخدناه من شغل القرايب وصلات الرحم. افتح يا شافع، افتح، انا عارف انك جوه. افتح لحسن والله هعمل لك فضيحه عمرك ما شفتها. ايه افتح اللي جايبك الساعه دي؟ في ايه الدخله ده يا محمود؟ ما ده ده مخدرات يا شافع. ايه يا محمود بتخليني ابيع مخدرات؟ ايه يا محمود بتاكل اختي من فلوس المخدرات؟ اهدى يا جدع. اه ها اه عايز تضيعني؟ يعني ها عايز تضيعني يا ابو لسه؟ محمود محمود بتخليني ابيع مخدرات؟ اه ها طولت ليه يا بيبي؟ ده انا بردت خالص. ده انت بتندرب؟ طب لما تخلص يبقى صحيني من النوم بقى. طب استنضف يا معفن، هم دول اللي بتخلوا اختي عشانهم؟ اه ما تظلمنيش يا محمود، دي ظروف يا جدع. انا زي انضف في كده بكتير، بس دي اللي لقيتها النهارده. بتشيل لي مخدرات يا شافع؟ بتخليني الف على الصيدلات مخدرات؟ ما تهدى بقى يا جدع، ما تهدى بقى واسمعني. في ايه داخل بسترك وطايح؟ ما تهمد، مش مخدرات يا اخي، مش مخدرات، ده حبوب مخدره مسكنه منشطه بتبسط العالم. انت بس اللي واخدها على صدرك، لا اعطيني فرصه صرحك ولا افهمك. في ايه مالك؟ اهدى بقى محمود. انت نسيب يا جدع واخويا اللي تطلبه دلوقتي وايمانات المسلمين، النسبه اللي انت عايزها واكتر منها، بس على شرط اللي انت شفته يفضل سري بيني وبينك ابو نسب.
هو ايه اللي سر بيني وبينك؟ تضيعني سر بيني وبينك. ايه ده يا جدع؟ ايه ده يا محمود؟ ضيعني يا شافع. مخدرات. ايه ده؟ في ايه؟ مالكوا؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ التحية. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ انا جايبة سمك وقلت نتغدى مع بعض ونقعد شوية على السطوح. في ايه يا محمود؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ فهمون. اصلني كنت بدرب محمود على المصارعه، انت عارفيني طبعا في المصارعه، بس ايه طلع في المصارعه عبد كلبي بجد يعني. ايه يا خالو، انت كنت بتضرب بابا ليه؟ لا يا حبيبتي، احنا كنا بنهزر. بتهزروا بجد يا محمود ولا في ايه بالظبط؟ تحيه سوء تفاهم وراح لحاله خلاص. بصي بقى، ما دام انضربت يا مش هينفع نكمل. ايه ده؟ مين دول؟ ايه دي؟ مين دي؟ هو ايه اصله ده؟ انتي بتسخطي ليه؟ تسخط ليه يا زبالة يا واطية؟ اطلعي برا، اطلعي برا يا رزدة، لاجيب لك بوليس الاداب، لوستي بيتي وشرف. اطلعي برا برا غرف داية. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. حد فيكم رد عليا، مين دي وبتعمل ايه هنا؟ ايه يا ماما الحكاية باينة دي؟ فاتك ليه؟ ليه ازاي؟ ده احنا في عز النهار. لما تكبر هفهمك. بس يا بنت انتي وهو، يلا خد اخوك واطلعوا على فوق، اطلعوا على السطوح، انا جاي وراكوا. يلا يلا حبيبي، نسمع كلام ماما، نسمع كلام ماما حبيبي. انتوا الاتنين دلوقتي تفهموني ايه اللي بيحصل هنا، والا والله هتلاقوني وقعت من طولي قدامكوا دلوقتي. في ايه؟ الف سلامة عليك يا شيخ. الله حليم ستار. أنا هقول كل حاجة أختي وريح قلبك. استغفر الله العظيم، كنت قاعد تعبان في الشغل وحبيت أريح شوية، مرضتش أروح البيت، قلت مش هرتاح من دوشة العيال، جيت هنا ولسه بغير هدومي وهنام وسمعت استغفر الله العظيم ضحكة واطية واطية. خرجت لقيت الأستاذ جايب الزبالة اللي انت شفتيها دي، جايبها في بيتنا، في بيتنا يا تحية. الأستاذ اللي كان لازم يروح يستدالي في الشغل لحد ما روح له عشان أوزع عليه شغله بكرة، لا جاي البيت يرتاح، وطبعا عشان يرتاح ما يدخلش بيده فاضية. عاتبته قلت له عيب كده محمود، ما يصحش كده، وحصل اللي حصل. ده حصل يا محمود؟ رد علي، انت عملت كده يا اخويا؟ رد عليا يا محمود، انت عملت كده؟ اللي حصل بقى تحية ساعة شيطان. ايوه هي ساعة شيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص ساعة شيطان وراحت لحالها اخويا وعمرها ما هترجع تاني. اسكت انت يا شافع، بكلم اخويا. ما انا هقول لك بس. اسكت انت يا محمود، يطلع منك كل ده؟ انت اخويا ده انت متربي تعمل كده في بيت اختك وتعمل كده في جوز اختك اللي فتح لك بيته وشغلك معاه؟ ليه؟ ده كان هيخليك دراعه اليمين، ده كان عايز يقف جنبك العمر كله. ليه يا محمود؟ طب قول لي انه ما حصلش وانا هصدقك، بس رد عليا يا محمود، انت عملت كده؟ زي ما قلت لك يا تحيه ساعد شيطان. تحيه ركزي بقى معايا يا اختي، شهوه. انا برضو كنت عشتها لحظات الشقاوه دي واحنا شباب وطايشين، بس اول ما ربنا اكرمنا بقتح الحمد لله صنتها وعشت لها. وانت ربنا يكرمك بكره تتجوز بنت الحلال وتصونها وتعيش لها يا اخويا. تحيه احنا لازم نتجوز محمود. ان شاء الله. يا محمود تتجوز يا حبيبي ونفرح بيك. امال ايه؟ ما انت كبرت بقى كفايه كده، وبعد كده مفيش كلام ده تاني خالص. انت يا حبيبي متربي وابن ناس، وانا وحياه غلاوتك عندي من بكره هجيب لك احلى واجمل عروسه ببورسعيد كلها، مش كده يا محمود؟ محمود انت رايح فين؟ استنى يا اخويا، انت بتتفرج عليا ما تروح تجيبه. ما تهدي بقى انت كمان، في ايه؟ مش حاسه بيه؟ الراجل في أزمة نفسية.
شاف ولاد اخته قدامه في الفضيحه اللي انت شايفاها دي، مش قادر يلم اعصابه، نزل يفك على نفسه شويه. عيب عيب، حس باخوكي. يا ساتر، الله حليم ستار يا شيخه. يسترك زي ما سترت علي، مش هنسالك الجميل ده ابو نسا. اطلب عني يدهم لك اصيل اردها لك في مزنق. وحشني، وكان نفسي اسمع صوتك طول اليوم. انا رايحه للدكتور وهخلص كمان ساعه، نفسي اشوفك وعاوز اتكلم معك. ليش رايك فيا ايه وانا ماشيه بالعكاز؟ شفت، ادي ميزه ان يبقى عندك في البيت عكاز، عشان لما تزنق فيه تلاقيه على طول، مش لسه تنزل الاجزخانات وتدور على مقاسك وتحتاس. مش في عيال بيستلفوا من ابوهم الهدوم؟ اني استلفت من ابويا العكاز، وبيني وبينك فرحانه عشان مش هيقدر ينزل، واني اقدر اشوفك. اصلك وحشتني وفرحاني انك وافقت تقابلني النهارده، اصلي كنت خايفه تكون زعلت من ابويا امبارح. اتاريك لسه زعلان برضه؟ ساكت، خد بالك العكاز في ايدي، انت حر. النبي تبسم، تبسم والنبي. انا صوتي وحش، لو غنيت لك هعورك. كفايه يا عيشه، كفايه، الله يكرمك. كفايه ايه بس؟ كفايه وخلاص. بصي، كفايه عشان مش هينفع اصلا. هو ايه اللي مش هينفع؟ وليه يعني مش هينفع؟ بصي يا عيشه، الحياه مش لعبه، دي دنيا ومسؤوليات. يا ريت الحياه كانت على قد اللحظات الحلوه اللي بنحسها لما بنقابل حد القلب يتفتح له. يا ريتها كانت كده، يا ريتها كانت على قد الأحلام الجميلة والضحكة الحلوة اللي طالعة من القلب. كانش حد غلب. أنت ليه مصعبها على نفسك وعليا؟ يعني إحنا يا دوبك بنقول يا هادي. أه، عشان مش هينفع يبقى لازم أقولها ومن الأول. بصي يا عيشة، هي الدنيا والظروف كده. عندك حق، وأني عارفة ظروفي ودنيتي. أنا بس جاي أقولك إن أنا خلاص مسافر، سايب بورسعيد بكرة الفجر. ما كانش ينفع أسافر من غير ما أشوفك. ربنا معاك يا محمود، خد بالك من نفسك. خدي بالك أنت من نفسك، وخدي بالك من أبوك. شوف وشك بخير عايشة. سلام سلام يا محمود.
ما تيجي تاكلي يا عائشة. ماليش نفس يا بنتي. ما ينفعش كده، ده انت على لحن بطنك من الصبح. قلتلك مش عاوزة. يا رب يا رب جيب العوايب سليمة وقدم لها كل ما فيه الخير يا رب. يسر لي أمرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو بيتنا. يما عاجبك كده يما؟ يرضيكي اللي محمود عمله؟ مشي من غير ما يسلم عليا. اه والله. طب حتى لو شافع مزعله، طب مش مفروض يقعد بقى ونتكلم ونتعاتب؟ لكن ازاي ابنك اتقمص وزعل وساب بورسعيد كلها باللي فيها؟ اسمعي بقى يا بنتي يا تحية، ما توجعيش دماغي انت واخوكي. كل ما اسالك تقولي لي ما فيش حاجه، ده كان سوء تفاهم بسيط وعد. اساله هو يقول لي ده شالوني على رؤسهم من فوق وكانوا معايا زي الفل. انا بس اللي ما سلكتش في البلد وما حبيتهاش. اسمعي بقى اما اقول لك، عايزين تحكوا احكوا لي وهاتوا من الاخر، وما تفضلوش توجعوا في قلبي. والله يما ما فيش، الموضوع بسيط. انا هحكي لك بقى وامري لله عشان ما تفتكريش ان انا قصرت معاه في حاجه. مالك يا بطل؟ مالي؟ ما انتش عارف في مالي؟ في ايه يا الله الله في ايه يا ام؟ واحدة من الشارع يا كلب. الله، ما انتش خايف على نفسك؟ من ايه؟ تكون متنيلة عيانة وعندها ايه؟ يا عصاية؟ ها؟ هو ده اللي أنا علمته لك؟ وبعدين أنا مش مفرجاك على فيلم الحب في طابة عشان تتعص. ما اتعصتش ليه يا كلب؟ أعمل إيه بقى يما؟ ما بعرفش أكسر للشيطان كلمة. شيطان؟ شيطان يا كلب يا مجرم. خلاص بقى يما، هي دي التربية اللي أنا مربيها لك؟ خصية عليك. ما تهدى يا بطة. أنا مش ههدى، مش ههدى غير لما تروح تكلم أختك وجوزها وتعتذر لهم كمان. إيه ده؟ الناس فتحوا لك بيتهم وأكرموك آخر كرم، هو ده جزاتهم؟ ما ينفعش تعاملهم كده ابدا. حاضر حاضر يا ست الكل، هكلمهم وهبوس على راسهم كمان عشان تنبسط ياما. وبعدين ايه يا اخويا الانعره بتاعتك دي؟ اديك رجعت يا اخويا لوجع القلب والايد البطاله. ايه، ما كنتش قادر تستحمل شويه عشان اكل عيشك؟ ولا لازم يعني يرفعوا لك القرون عشان تتبسط؟ اعمل ايه بقى ياما؟ فقري ماليش في الطيب نصيب. وبعدين لو على فكره الايد البطاله طمني، بس نظبط لي موضوع شغل الورشه بتاع اسكندريه، وبكره الصبح رايح استلم الشغل. اه حسين ده بقى وقعته سودة. واكبر انفز يا ابن الكلب، عامل لي نايم. ورشه ايه اللي انت عايز تشغل ابني فيها بقى بعد ما كان بيشتغل في التجاره وبيكسب شيء وشويات؟ عايز تعمل ابني ميكانيكي؟ اه واضح. هعمل ايه بس يا حاجه؟ محمود ما هو موافق، انا رسول وما على رسول الا البلاغ. جاتك نيله في مجايبك المهببه. يلا قوم اتلم وروح صالح مراتك وافتح المحل اللي انت قافله، بدل ما انت قاعد كابس على قلبنا ومقاسمنا في لقمتنا. عاجبك كده يا محمود؟ امك بتعد عليا اللقمه اللي انا باكلها عندكم؟ طب صراحه يا حسين اكلتك جامده، ده غير انك ما تعشرش، ده موضوع تاني خالص. إلا جامدة، ده لها في نص صينية البطاطس امبارح، لولا شلتها من قدامه ما كانش حد فينا لحق ياكل منها. هعمل إيه بس يا حاجة؟ ما هو أنت اللي طبيخك زي العسل، والواحد بيبقى عايز ياكل صوابعه وراه. سلام يا خويا، كل صوابعك أنت، وسيب الأكل لينا إحنا. أنت عارف بقى يا حسين، بعد الجملة دي بالذات أنا لو منك ألم شنطة هدومي وأسيب البيت ده، أصل خلاص دي مرمطة. خلي عندك كرامة وهات بيجامة حسين. كرامة؟ هروح أصلي العصر أحسن. كرامة إيه؟ ده جبله وما بيحسش على دمه، هو ده عنده كرامه ده؟ خلاص بقى يا بطه، خلاص بقى يا ام، هاتي دي. بقول لك ايه، انت كمان اللي انت عايزاه، انت لازم تاخده وتروح تصالحه على اختك ان شاء الله، حتى بالعافيه، انا مش ناقصه وجع قلب. حاضر يا ام. مش كفايه عليا ابوك اللي عازم لي بكره لجنه العمال على الغدا، وانا بصراحه بقى ما عادش فيا صحه للكلام؟ ولا يهمك يا محاسب حسين، انا هكلم لك الضابط بتاع امن الدوله يجي يلم عبد الناصر واصحابه من الشقه. اضحكي بقى يا بطه. يا ابن الايه وحشتني، بس برضو ازاي يا واد تروح تجيب واحده من الشارع؟ ليه رمرام بقى بعد البت شيرين اللي زي فلقه القمر تروح تجيب واحده من الشارع؟ هو انت ما عرفتش انها اتلبست؟ شيرين اتجوزت؟
الله يا جت على شيرين، ربنا يسهل لها تساها كل خير يا أم. اتجوزت ايه يا هبل؟ بقول لك اتلبست، يعني لبسها عفريت والعياذ بالله. ايوه يا يعني اتجوزت جني؟ انا مش فاهم. ايه ايوه ايوه ايوه، استعبط عليا يا اخويا، انت فاهم كل حاجه ونفسك ومنى عينك تعرف عنها كل حاجه، بس بتبين قدامي يعني انها مش فارقه معاك. ما ترحميني بقى يا ام. اللي قول لي يا حبيبي، انت مسافر امتى ان شاء الله؟ بكرة الصبح يا حاجة، قبل ما ضابط أمن الدولة يشم إن أنا هنا ويجي يزورنا. طب كويس، ألحق أنا بقى أعمل حلة محشي كرنب تاخدها لأحمد أخوك، أما أنت بقى يا كتة قلبي هعمل لك صينية رقاق. وأنا نفسي في ملوخية بالأرانب. أنت ملك أنت. اديله بالعصاية. اللي حشرك بينا. اديله بالعصاية. أنت ملك. أنت جبلة صحيح. يا حسين. أنا بعمل الأكل. اديله ياما. أنت ما عندكش دم صحيح. يا دنيا طفص. أما بلاوي بتتحدف علينا. قوم لم شنطة هدومك، كرامتك اتبعزقت على الآخر. وبرضه ده مش هينسينا موضوعنا. اقلع البيجامة يا حسين. والله أنا ما قلتلوش يمشي ويسيب البيت. هو اللي سابه بمزاجه. وهو رجع بمزاجه. خلاص بقى يا هدى، مش عايزين وجع قلب. ما هو مش معقول يا محمود بقى، مش كل ما يزعل يسيب البيت، انا مش عايزاه ياخد على كده، دي ما تبقاش عيشه. انت هتفضل قاعد لي كده زي عزراء الربيع؟ ها؟ ما تثبت وجودك يا اخي، انشف شويه. بصي بقى يا بنت الناس، لو اتكرر موضوع انك تراقبيني ده، انا ما هيكفيني فيكي غير اطمر رقبتك. مش قوي كده. عندك حق. بصي يا هدى، لو اتكرر موضوع انك تراقبيني دوت، انا مش هسيب البيت، هقعد معاكي بس مش هتسمعي لي حس، هتكتم خالص، هتلاقي في وشك كومه كآبه، شلتت غتاته قاعده في خلقتك عشان تقرفك طول الوقت. يعني عاجبك اللي هو بيقوله ده؟ هاتك يا تهديد كده. بصراحه بقى الراجل عنده حق يا هدى، ولا انت عايزاه يطفش من البيت وينزل يدور على واحده في الشارع؟ ها، مش عايز افسر بقى، هتبقى عيبه في حقك. يلا سلام عليكم، اسيبكم تتصالحوا. خدوا بالكم انتوا بتتصالحوا. ها، كفايه جرمه العيال اللي واقف بره ده، اتصالحوا بس. اتصالحوا. ها، بالراحه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حسين قلقان، قوم تعالى معايا. شيخ اقعد، انت ما صدقت. خدي بالك من جوزك. سلام عليكم. حاضر يا محمود. توكلنا على الله. استناني يا اسطى ثواني وراجع لك. شفت بقى انك غلطان وان انا اقدر اعيش من غير ما انصح حد؟ اديني استحملت الزباله اللي كان مشغلها طول السكه وما فتحش بوقي. على انا يا حسين الكلام ده؟ طب ايه رايك ان انت مخليه يستناك عشان طول ما انت راجع في الطريق تهرينا صايح لحد ما يولع في الكاسيت اللي بيسمعه ويحرق التوك توك بتاعه؟ وانا مش فاهمك. بص يا عم، عشان ما تفهمنيش غلط، طول ما انت بتنصح بالحسنى ومن غير ما تنزل على حد انت حر. بعدين خلاص بقى يا حسين، اخدت يومك كله. سلم لي على هدى وجرم العياد. سلام لحسين. اشوف وشك بخير يا حوده. الله يخليك. خلي بالك من نفسك. وانت كمان اوعى تنسى نصايح الحاج اسماعيل. انا ناقصك. اطلع يا اسطى اطلع. بلطيه ايه وسمكه ايه؟ مش تتقي الله. ايه النيله دي؟ محمود، ازيك يا محمود؟ ازيك يا شيرين؟ ازيك يا طنط؟ عايز ايه يا محمود؟ مش كفايه اللي عملته فيها؟ عملت ايه بس يا طنط؟ لا اله الا الله. انت عايز تفهمني انك بتعرفش ايه اللي حصل لها؟ ام عماد قالت لي على كل حاجه، وقالت ان امك عارفه كل حاجه وعماله تتكلم في الموضوع. مفيش حاجه بتستخبى يا محمود. رايحين ودوني يا شيخ يا محمود عشان يطلعوا العفاريت اللي عليا، احسبوني ملبوسه. ما تكلميش معاه وتعالي هنا. امشي يا ابني، الله ليسيئك. ابوها راح يجيب حاجه من الكشك، ولو جه لقاك واقف هنا بتتكلم معاها انت عارف لسانه مش هيسكت وهيفرج علينا الخلق. انت كويسه يا شيرين؟ اتلمي يا بنتي شويه. كنت عارفه ان انت هتسالني السؤال ده، حلمت بيك وانت بتساله لي يا محمود. انا عارفه ان انا مش هون عليك. بعدين بقى في الفضايح دي يا ربي، امسكي نفسك شويه يا بنتي. امه في ايه يا محمود؟ عايز مننا ايه يا اخي؟ ما تسيبنا في حالنا بقى. خش العربية. حاضر حاضر يا أخوي. خش يا بنت. خليك فاكرني يا محمود والنبي. يا بنت ادخلي. خشي بقولك. ادخلي أبو شكلك. خشي. حاضر حاضر أهو.
افتح يا احمد. لا اله الا الله يا ابني، افتح بالجحر اللي انت ساكن فيه ده يا احمد. ايه يا ابني؟ اهلا، ازيك يا محمود؟ ازيك يا استاذه منى؟ هو احمد ساب البيت ولا ايه؟ لا ما سابش البيت. ما سابش البيت؟ امال فيه؟ تعال اتفضل ادخل، تعال تعال ادخل. انا شكلي جيت في وقت مش مناسب ولا ايه؟ لا بن، ازاي ده بيتك؟ احنا ضيوف هنا بس، يعني يا احمد ما قلناش انك جاي. ما هو ما يعرفش، اصل امي محلفاني اكبس عليه اشوف اذا كان عنده بنات ولا لا. ما شاء الله لقيت عنده اولاد وبنات. هو في ايه؟ تعالى انا هفهمك زي ما انتوا يا جماعه، كملوا الدار امان. في ولاد وبنات؟ تعالى بقى يلا يا محمود. انت طبعا سمعت عن قضيه خالد سعيد الله يرحمه؟ سمعت عنه. بعد بكره هيبقى في جلسه عشان يحاكموا اللي قتلوه، فاحنا بقى متجمعين كده وعايزين نعمل وقت الجلسه وظهره كبيره جدا. على فكره احنا مش لوحدنا، احنا معانا 6 ابريل وحركه كفايه وشباب كتير من الاحزاب. بس انا ليا سؤال بقى، انتوا ليه متجمعين في بيت احمد؟ عشان متراقبه. بص انا مش هكذب عليك، اخوك مرصود جامد جدا اليومين دول. طمنتي قلبي. كده انا فهمت، الشقه متراقبه واحمد مرصود. ده ايه الحذر اللي انتوا فيه ده؟ انتوا ايه بتسهلوه على امن الدوله عشان تيجي تلموكوا كلكم مره واحده؟ بص انت برضو مش غريب، انا هقولك احنا عندنا شكوك قويه جدا ان في ميكروفونات في الشقه بتنقل كل حاجه على الهواء. احنا بنعمل ايه بقى؟ بنتجمع ونقول كده اي كلام، يعني قال يعني دي الخطه اللي هيحصل وقت الجايزه، بس الحقيقه حاجه تانيه خالص هتحصل. بتتكلموا بالسيم يعني؟ لا السيم ايه؟ اللي فعلا هيحصل، في ناس دلوقتي قاعده في مكان مش متراقب بيخططوا له، يعني قرب الوقت هيبقوا يبلغونا. كل ده عشان تعملوا مظاهره؟ يا نهار اسود، امال لو عايزين تقلبوا نظام الحكم كنت عملتوا ايه بس؟ نقول لهم النبي. على فكره اليومين دول مضايقين علينا جدا. بقول لك ايه؟ ما تتفضل معانا، احضر معانا. لا لا اعفيني معلش. لا لا بجد اتفضل. لا صدقيني متغدي ما اقدرش. انت ايه خايف؟ على فكره بقى انت بالذات مش المفروض تخاف، مش المثل بيقول ضربوا الاعور على عينه قال خسرانه خسرانه؟ مش خسران. الله يبارك لك في نظرك يا ست. امال احمد فين؟ قولي لي والنبي انه مع المجموعه اللي بتحط الخطه عشان اطمن على مستقبله والحق اطمن امه. لا لا احمد مش بيشارك خالص في حطتان خطط، اصل بصراحه مندفع ومتهور حبتين، ولو مشينا وراه كلنا هنروح في 60 داهيه. بلسم بلسم، كلامك بلسم عارفه بيخلي الواحد قاعد معرفش كده. انت عارفه انا كل لما افتكر ان احمد خلانا وكيلك كمحاميه اتاكد ان عمري ما هشم ريحه الجامعه لحد ما اموت. انا ايه اللي جابني السعاده دي؟ معرفش. انت بتضحك؟ قوم قوم يا ابني قوم، ده انت مش عارف انت بتعمل ايه في روحك. ده الكلام اللي اتقال في بيتك ده ها يوديك في 60 ده يا انت واللي كانوا معاك هنا. انت مش خايف على امك يا ابني تروح فيها؟ يا عم انا مالي يا عم، انا ما كنتش معاهم. الدور والباقي عليك بقى، انت اللي مش هتعرف تفلت منها المره دي. لا يا حبيبي عيب، ودي تفوتني. انا امنت نفسي وتمام التمام وبعدها، وبكرر تاني انا بثق في الرئيس قائد سفينه الوطن الذي يسير بها وسط الامواج المتلاطمه سفينه ويمخر بها عبر عباب البحر حتى تصل بنا الى بر الامان. يا سلام، سفينه ايه بقى؟ ما السفينه غرقت وفيها 1100 مواطن. قائد قطار الوطن اتحرق في الصعيد. قائد طائرة الوطن وقعت في الأطلنطي. شوف لك مواصلة نتكلم عليها النهاردة يا أحمد. بقول لك إيه، هتقول لي قائد بيجو الوطن؟ مفيش يوم بيعدي غير لما يتقلب 6-7. إيه يا ابني؟ إيه يا ابني؟ أنت قفلتها في وشي كده ليه؟ ما هي مقفلة يا محمود، أنت عارف والناس كلها عارفة إنها قفلت. طب والحل؟ مفيش حل. أنت عايز بعد الانتخابات المزورة دي يبقى في حل؟ ثورة الجياع جاية جاية وهتاكل الاخضر واليابس وهتشوف. يا ستار يا رب. يا ابني انت فاكرها حاجه حلوه؟ لا طبعا، بس ما هياش باختياري ولا باختيارك. التاريخ بيقول كده، لما تسد قدام الناس كل طرق التغيير ما يفضلش غير ثوره الجياع، وساعتها لا هينفعهم لا امن دوله ولا امن مركزي ولا دياوله. تعبيط يالا، انت في حاجه في مخك؟
هو انت فاكر لما تحصل ثوره الجياع دي هيعينوك وزير؟ انت هتتاكل في الرجلين يا حبيبي زيك زي غيرك. ما عشان كده بشتغل انا واللي زيي بايدينا واسناننا، عشان نصحي الناس ونخليهم يخافوا على بلدهم، وعشان يعرفوا ان هما بيتضحك عليهم بالهبل اللي اسمه بر الامان واستقرار. برضو يا احمد ما تنكرش ان احنا عندنا برضو شويه استقرار، يعني احنا احسن من غيرنا يا اخي. بقى مرتي كل يوم اضرابات ومظاهرات، وناس بتنتحر، وناس بتموت في مستشفيات معفنه، وتعليم بايظ، وشباب زي الفل بترمي نفسها في البحر عشان تهجم البلد. يا شيخ يعني على ابو ده استقرار؟ انت فاكر بقى ان انت هتحل كل ده لوحدك بشويه هتافات ويفط؟ اذا كان ابوك وجيله اترموا في سجون ومعتقلات وما عرفوش يصلحوا حاجه، ده بالعكس باظت وزروطت. اديني بحاول، مش احسن ما اقعد اتفرج زي خيبتها؟ لاحظ ان كلامك جارح يا حماده، وانت اخويا الصغير واكيد ما تقصدش عشان بتحبني، وانا بحبك، انما لو تقصد هضربك بالبول خلي فرك. لا يا كبير، ده انا حبيبك. ينعل ولا بلاش، انا غلطان اساسا اللي بتكلم معاك، انا شويه وهو منام، انا عندي شغل اصحى له من الفجر يا اخي. يلا ربنا يوفقك، املنا فيك كبير. انت بتتريق يالا ولا ايه؟ انا عارف انك حققت حلمك اللي دخلت عشانه الجامعه وطلعت الاول. انت عايز ايه مني يا احمد؟ عايز ايه يا اخي؟ عايز مني ايه؟ انزل اولع في نفسي في الشارع عشان تستريح يا احمد؟ انا قلت كده؟ انا عايزك ما تاخدش اقل من حقك، عشان لما بتاخد اقل من حقك بتساعد اللي ظلموك انهم يعدوا بظلمهم. انزل بقى اعتصم في الجامعه واضرب عن الطعام عشان تيجي امن الدوله تلمني واروح في توكر وامك تروح فيها. ما انت جبت لي منى المحاميه، عملت لي ايه؟ بقى لي سنه ما خدتش منها حق ولا باطل. بقول لك ايه؟ طول ما انت بتاخد مصروف من امك وابوك ما تتكلمش معايا خالص، سيبني في حالي يا اخي، انا غلطان اساسا اللي جيت ابات عندك، عارف انك هتسم بدني، بس اعمل ايه بقى في امك؟ راسها والف سيف اجي اطمن عليك، فاكرك شايف دراستك يا اخي. خلاص بقى يا محمود، ما كانوش كلمتين. حقك عليا. صحيح فكرتني اكلم امي، لحسن تزعل. بقول لك ايه؟ انا هكلمها واديك التليفون، بس مش هوصيك، انا عايزك تظبطني. اي خلافات ما بيننا مش معناها انك تقل اصلك معايا، لا، ده انا حبيبك. دلوقتي انا حك... اوعى، دلوقتي حبيبك؟ ما انت عارف انك مهما تنيلت وعملت لازم اقول لها كلام عدل عشان صحتها. ما انا عارف، بس انا عايزك تظبطني. هظبطك اوعى. طب بص، انا عايزك تأفور. هأفور امك نفسها. انا عايز شعر. هشعر. تعالى يلا. انا فاهمك يا محمود، بس انا قلبي مقبوض معرفش ليه. ايه فجأة بعد 12 سنة لقيتي نفسك عايزة تفكري في موضوع جوازنا ولا ايه؟ انا مش عارفة انت ليه واخد المواضيع هزار كده. عشان اللي انت بتقوليه هزار يا شيرين. يا بنتي احنا كل الاوراق والمستندات اللي تثبت حقنا بالقانون معانا، حتى المحامية اللي ماسكة القضية طمنتني على موقفك، وابويا طمني على الشغلانة اللي كنت قايل لك عليها، حتى ابوكي ابوكي ربنا هديه من ناحيتنا يا شيخ، وامي وامك سمنا على العسل. مالك بقى يا بت؟ كل الحاجات الحلوة اللي انت بتقولها دي انا خايفة. صباح الخير. عنك يا اسطى. كتر خيرك، متشكرين يا ابني، بس انا لسه ما عجزتش. لا العفو، ده انتبهوا الشباب كله يا اسطى. مش قوي كده بس مقبوله منك. ماشي. بقول لك ايه، هو حضرتك شغال هنا؟ ايوه. ليه؟ اصل لو حصل نصيب ان شاء الله هبقى شغال معاك برضه في نفس الورشه. زملاء يعني. طب كويس. ما تعرفش الحاج جابر بيجي الساعه كام؟ اصل انا جاي له من طرف حد معرفه عشان يشغلني. جايب له واسطه يعني؟ هو في حاجه بتمشي غير بالواسطه اليومين دول؟ انت عارف قالوا لي تبقى واقف قصاد الورشه بدري عشان الحاج بيجي الساعه 7. بس انا بقى عارف حظي، اكيد راحت عليه نومه. انت برضو بتصدق الكلام ده؟ هو في صاحب ورشه بيفتح الورشه بايديه، ولا في صاحب ما تقعد واقف ليه، ولا في صاحب شغل في مصر كلها بيجي بدري؟ انا برضو استغربت. انت عارف بره مفيش حاجه اسمها صاحب ورشه وصنايعيه، الاثنين يروحوا الصبح سوا والاثنين يروحوا بالليل سوا. قبل الدنيا مطبوس. بس خلاص، هو انت سافرت بره؟ لا، بس ليا اصحاب كتير قوي سافر. وانت عاوز تسافر بره؟ نفسي، بس اعمل ايه بقى؟ امي محلفاني ما سافرش طول ما هي عايشه، انا ما بحبش ازعلها. يعني عملت شويه محاولات كده على الخفيف،
بس ما تهونش عليا في الاخر. طول ما انت بار بوالدتك ربنا هيرزقك ان شاء الله. ربنا يخليك يا اسطى. بس برضه ما قلتليش هو الحاج جابر هيتاخر؟ اصل انا لا عارف هشتغل ايه ولا هقبض كام. الله، هو انت جاي تشتغل كده عمياني؟ حد لقى شغل يا اسطى؟ على رايك واضح ان ظروفك صعبه قوي. زي غيري. انت منين يا ابني؟ انا من رشيد يا اسطى. احسن ناس. انا برضو من رشيد بس بقالي 20 سنه ما دخلتهاش. يا ساتر، ليه كده؟ تلاهي، الدنيا تلاهي، بس مصيري ادخلها ان شاء الله. بعد ما اموت هندفن هناك. اصل احنا كده نقعد نلف 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 وبعدين نرجع للحته اللي اتولدنا فيها. ربنا يديك الصحه وطولة العمر يا اسطى. معلش انا وجعت دماغك برغي ده وكلامي، بس برضه ما قلتليش الحاج جابر بيجي امتى. صباح الخير يا حاج جابر. صباح الخير يا منايل، جاي بدري ليه؟ ما كنت تتاخر شويه. ليه كده بس يا حاج؟ انا جايب الضرب عشانها معادي. طب يلا روح حضر لنا لقمه ناكلها. حاضر. صباح الفل يا حاج جابر. نجدك نجدك، اصل انا كنت ناوي ادحلبك لحد ما تطب. عيب يا حاج، ما انا قايل لك امي ده عيالي. طب اقعد. انا كمان امي ده عيالي. امي ماتت من 20 سنه بس عايش بدعاها لحد النهارده. انت بقى اللي بعتك الحاج اسماعيل؟ تمام يا حاج. واسمك باين محمود عبد الناصر. ايوه محمود عبد الناصر، صح. محمود انت جاي في ميعادك لانك بتحترم مواعيدك ولا لان الحاج اسماعيل هو اللي قال لك؟ بصراحه عشان الحاج اسماعيل هو اللي قال، بس ما عنديش مانع احترم مواعيدي. لاكل عيش يا حاج. تعجبني تعجبني صراحتك. بص يا محمود، بمناسبه الكلام اللي انت قلته، زمان وانا عيل صغير كنت بشتغل صبي في الجراج اللي ورانا ده. كان صاحب الجراج خواجه يوناني، كان هو اول واحد يجي يفتح الجراج بايديه واخر واحد يمشي ويقفله بايديه. انا اتعلمت منه حاجات كتير. كان يقول لي: عارف يا جابر، اللي يسيب غيره يفتح له باب رزق عمر ربنا ما يرزقه ابدا. اهو كلام. بس برضه انا عملت بيه، كنت اول واحد اجي افتح الورشه بايديا واقفلها بايديا لغايه النهارده، رغم ان الصحه خلاص ما عادش زي الاول. عندك حق، ده انا شفتك كان ظهرك هيتقطم وانت بتفتح الباب. انا غلطت ولا ايه؟ كان المفروض اقول لك انت فتحت الباب كده وصحتك بومب ولا ايه؟ بس انا بصراحه يا حاج حسيت انك ما بتحبش الكذب. ماشي، انا فعلا ما بحبش الكذب. بص بقى، احنا قبل ما نتكلموا في اي حاجه او نعملوا اي حاجه احنا ناكلوا لقمه مع بعض عشان يبقى عيش وملح، وانا بتفائل بالحكايه دي. انت فطرت ولا لسه؟ لسه. نفطروا سوا. الله ينور يا محمود. عليك يا حاج. عملت ايه عشان تدورها؟ مفيش، حساس الكرنك كان بايظ فانبرجل الموتور، غيرت الحساس فقامت معايا. يا شيخ الله. يا اسماعيل، يا اسطى اسماعيل تعالى، عاوزك. امر يا حاج. تعالى هتنبسط دلوقتي. الاسطى اسماعيل توقع الحكايه دي والله العظيم، بس كمنه متخصص في الالماني انا خفت يحط ايده فيها. برافو عليك يا اسماعيل، عرفتها لوحدك من غير ما تخش كليه الهندسه يا سيدي. باشمهندس محمود عارفه؟ ما بلاش باشمهندس دي بقى يا حاج وخليها اسطى. لا، باشمهندس محمود على سن وعلى رمح. لا، انا هنا مش بنقدرك عشان صلحت لي عربيه، لا، ومش بننفخوه، لا، ده اي عيل يعملها. احنا هنا بنقدروا العلم. انت معاك شهاده كبيره قوي يا محمود، واذا ما كنتش لقيت اللي يقدروك بره احنا هنا نقدروك يا اخوانا.
يا اخوانا الباش مهندس محمود على سنه وعلى رمح. يا اسطوات محدش يقول له يا اسطى، الباش مهندس محمود على سنه ورمح، ده خريج هندسه كبير قوي. يلا يلا كل واحد على شغله. نص اسماعيل بقى من طنطا وايده تتلف في حرير، ان شاء الله لو اتصاحبتوا نادوا بعض زي ما انتوا عايزين، يا سمعه يا حوده ان شاء الله تنادوا بعض بكلام قبيح، ما اتصاحبتوش مشوها رسمي. صباح الفل يا باشمهندس حوده، بجد الله ينور. اهو شوف اهو ساب لك الباب موارد، اعمل بقى اللي انت عايزه. باشمهندس محمود بلدياتي من رشيد. ده انا اول مره اعرف انك من رشيد يا حاج. انت هتصاحبني انا ولا ايه؟ لا حاج العفو ده اسمه كلام. اذا كان هو بلدياتي وما يعرفش. تعال يا محمود عايزك، تعال قول لي يا حوده انت ساكن فين يا محمود؟ انا قاعد عند اخويا، اصله بيدرس عندكم هنا يا حاج. اه طب كويس، اصل انا بحسبك يعني بتدور على سكن. وهو اخوك ساكن فين؟ في العجم. ايوه يا دين النبي، معقوله وانت كل يوم حجيني من العجم للشطب من العجم للشطب؟ لا ده مشوار يا محمود، حجيني تعبان وهلكان وهتعرفني في الشغل مش هينفع. لا عموما هي محلوله، انا عندي اوضه فوق السطوح جنب الورشه جنب العماره بتاعتي بعمارتين، مسكن فيها ثلاثه من الصناعيه اللي عندنا، هم كانوا اربعه، واحد ربنا كرمه واتجوز ومشي. انما اوضه ايه فوق السطوح هواها يرد الروح، اما تشوفها هتعجبك قوي، انا كان نفسي اقعد فيها. ايه مش عاجبك السطوح يعني ولا ايه؟ بالعكس يا حاج، ده انا اساسا كيف سطوح، بس اربعه مش كتير على الاوضه. بقول لك اوضه برحه كبيره يعني، انا كان نفسي اعيش فيها. ما هو لما يشوفها يا حاج هيفهم قصدك. خلاص بعد ما نخلص خده معاك اسماعيل ووريه الاوضه وان شاء الله هتعجبك، وهدومك بقى ابقى هاتها على مهلك. ربنا يخليك لينا يا حاج. طب بالنسبه للايجار؟ سيبه ما تزغدوش، هو معاه حق يسال. الايجار 100 جنيه هبقى اخصمهم منك من المرتب بتاعك اللي هتاخده من الورشه اللي انا شخصيا ما اعرفش هيبقى كام. انت عشان صلحت لي عربيه يعني انا هكتب لك نص الورشه؟ جرى ايه؟ جرى ايه يا ابو حنفي؟ لا ايه مش عاجبك كلامي؟ بصراحه لا، بس ما عنديش اختيار تاني يا حاج. تعجبني تعجبني، وشكلك كده هيعمر معايا كتير قوي، اصل العيال دي خيخه، كل حاجه اقولها لها لا مؤاخذه مش بقول عليك يا اسماعيل، نعم حاضر نعم حاضر، انما انت مع اصلك ان شاء الله هتعمر باذن الله. بص يا محمود شايف العربيه اللي هناك دي؟ العربيه دي بتاعه واحد جاري ساكن في العماره اللي جنبي، ايحه على الاخر، كل شويه جبالي عشان يصلحها، كل شويه جبالي عشان يصلحها. رهوان يا حاج رهوان. لا انا مش عايزها رهوان، انا عايزك تكسحها وتجيبها على الارض، ومش عايز ميكانيكي فيك يا اسكندريه يعرف يقومها. اعتبرها قلبت قرو، ومفيش ميكانيكي فيك يا اسكندريه هيعرف يقومها يا حاج. يا اخي انا كان نفسي يكون عندك ضمير وتقول لي لا حرام. اذا كان انت ما رعيتش حرمه الجار هرعيها انا يا حاج. يلا 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 كل واحد على شغله. اتفضل يا حاج، مع يلا مع السلامه. انا باشمهندس انا فاهمك، تعال. وفي ايه؟ هو كده الحاج، هو بحالات بيتحول. بقول لك انت ايه، هو انت مولود بالضحكه دي ولا جات لك على كبر عشان خانقاني؟ يا سيدي بكره تتعود عليها. قول لي الاول، ليك في الشخير؟ لا ليك في الشخير؟ معرفش والله، بس ما تهاليش ان انا بشخر. لا مش القصد، اقصد يعني بتتحمل الشخير؟ شوف لو سرير طويل والغطا مكفي استحمل ابوه. لا انت تفك الاسبراتير وتغسله بالبنزين وبعدين تركبه وتوريهوني تاني. يلا مع السلامه. يا راجل ايه ده؟ هي دي مواعيد؟ اتأخرت ليه؟ معلش والله يا حاج غصب عني والله، معلش في ناس والله موقفة قائد إبراهيم، ولا عارف أروح كده ولا عارف أروح كده، عاملين مظاهرة قاطعين للشارع وموقفين الترميات، والله قعدت ساعتين عبال ما أجي لك يا حاج. المهم بقى يا حاج العربية اتشحورت على الآخر. ما تخافش عندي ليها مهندس هايل هيخليها لك رهوان. يا باشمهندس محمود تعاون النبي دقيقة. أؤمر يا حاج. هات المفاتيح. ليش يا حاج؟
العربية اللي قلت لك عليها اهي. خد. تأمرنا يا حاج. خمس دقايق يا حاج خلص العربية اللي في ايدي وامسك في دي. ماشي. يا نهارك اسود، انت ايه اللي جابك هنا؟ سلوى. الله. وانت تعرف سلوى؟ ازيك يا سلوى، ايه اللي جابك؟ ما بعتتني عشان اخد من حضرتك الفلوس. اه ما قلتليش، تعرف سلوى منين؟ شفتها فين؟ ايوه يا بابا، ده شاب جدع والله. ما كنتش عارفه انه بيشتغل عند حضرتك. ايه بقى بيشتغل عند حضرتك دي؟ اسمها بيشتغل مع حضرتك، وكلنا بنشتغل عند ربنا. ما قلتليش عمل ايه؟ ما عملتش حاجة يا حاج، والله ما عملت حاجة. امبارح بالليل وانا راجعة من الدرس، كان الشارع ضلمة، في شاب حيوان كان بيعاكسني. لقيته سهر فجأة وطلع وهزق، ولولا ان الواد جري كان هيرنوا علقة متينة. والله برافو عليك يا محمود، تصدق ان انا بقالي شهرين دايخ من البلدية للمحافظة ومن المحافظة للبلدية عشان يحطوا لنا عمودين نور في الشارع. الواحد يعمل ايه عشان البنات دي؟ يمشي وراهم بقى حراس عشان يروحوا سالمين. ما تقلقش عليا يا بابا، انا اصلا كنت مهزق الواد ده قبل ما الوسطى يظهر، حتى اساله. الا اساله، دي كانت ممرمطاه يا حاج وكانت هتكمل، بس انا خفت بقى الواد يسخن يروح غزيزها، ما استحملتش رحت داخل واكله علقه. بس انا لو اعرف انها بنتك انا كنت سحبته على السطوح، كنت نشرته يا حاج. بس معلش جات اكتر من راحات. هو يستجري يظهر تاني بعد اللي حصل له؟ ما هو في ناس واطيه ما بتتعلمش. كتر خيرك يا اسطى. ايه القصه دي؟ ده الباشمهندس محمود على سنه ورمح، خريج كليه الهندسه قسم الميكانيكا والاول على دفعته في جامعه القاهره، وبعدين بلدياتي من رشيد. دي سلوى بنتي اخر العنقود، طالبة في الجامعة في كلية الآداب. آداب؟ اه. قسم ايه؟ قسم فرنساوي. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب. وما دخلتش إنجليزي ليه يا حاج؟ بيقول لك في الشغل بيبقى أسهل. لا 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 لا، أنا ما عنديش بنات تشتغل أبدا، كله بيقعد في البيت زي إخواتها. هتتجوز وتشوف العيال وتشوف طلبات جوزها، بس. طيب يا بابا، مش هتديني بقى الحاجات عشان ما تأخرش على ماما؟ لازم أروح الجامعة، عندي محاضرة كمان شوية. تعال، باشا. أنا إذنك يا حاج. اتفضل. فرصة سعيدة يا باشمهندس. الله يصبحك بالخير ياما. على رأي المثل اللي دايما تقوليه، هي الفرخة لما تخرج الشارع هترجع شايلة ايه في رجليها؟ الله الله الله، ايه ده؟ وانا ايه ده؟ انت ما عندكش فوق بنات ولا ايه؟ في ايدك، سيبه. انت كويس يا حبيبي؟ انا تمام. كويس يا حبيبي، انا تمام. انتوا في ايه؟ هو مش كان انتوا الكاميرا الخفيه؟ انا عرفتكم، الله يحرقكم. طب نموا نفسكم في شقه، امال هو الايجار الجديد عملوه ليه بس؟ انت بتقول ايه؟ ده خطيبي على فكره. ما هو خطيبك على فكره، ما قلت لها صوتك ليه عروسه؟ ما تعلي صوتك، زغراتي وفرح العماره. ايه اللي دخلك ما بينك؟ ولا هديك بوسه بس بتوعي. خلاص بقى امشي يا فاروق بسرعه. ولا فاروق، فاروق اتاكدت ان ده فاروق؟ شفت بطاقته؟ بس معايا الاستاذ ده ما يديش فاروق ابدا. في بير السلم، في بير السلم. وانا اللي كنت فاكر ان حكايه بير السلم دي بطلت من الثمانينات، جت كلبله. في بير السلم يا ساتر. قال لك كان يا اسطى يرسل.
في ايه؟ ما تقلقش منه، هو كده بيقعد يعيط لحد ما ينام. عرفتوش بيعيط ليه؟ جايز تساعده؟ ما تحاولش. سألته أول ما جه بيعيط ليه؟ قال لي أنا ما بعيطش يا إسماعيل، هو في راجل بيعيط؟ وكان هيكشم لي. أمال العياط ده إيه؟ جرافيك؟ يعني إيه؟ متشغلش بالك. هو بيقعد يعيط كده من كام لكام؟ على حسب، ساعة ل 11 وساعة ل 12، بس ما بيقعدش أبدا لوحده. مالكو؟ مالكو؟ أنا ابتديت أخاف منكو، وحبيت في النور الساعة 9 ونص، والتاني بيعيط وهو نايم، والتالت فشيخ طب 24 ساعة. ربنا يعدي الأيام دي على خير في بيت الأشباح بتاعكو. نعم إسماعيل، نعم، عشان عندنا شغل الصبح. نعم إسماعيل. وبعدين بدل ما نطلع على العجم، ها، احنا طالعين على العالمين. طريق العالمين واسع وسوا كبير، ها، 8 عربيات وعلى 220 ومرة واحدة العربية راحت العجل في الهواء. وقلنا العجل في الهواء راحت مقلوبة. لا بقى، لا بقى، انما للصبر حدود. قلت لي تعالى اقف معايا وهو بيكلمني عشان ما يحصلش مشاكل، جيت معاكي. موقفني طبق ساتلايت في اسكندرية والساحل الشمالي شايفني. قلت وماله؟ يا بخت من وفق راسين في الحلال وربنا يستر على ولايانا. انما بالشكل ده انتوا ناقصتكم خدتين ولحاف. فاروق وافق يتجوزني يا محمود. شيخ هتلاقي لي هيتجوزك بالجزمه، ده انت اللي هتتجوزيه. هيتجوزني بكره. بكره؟ يا ما شاء الله. ولحقت تقنع اهلك ان شاء الله؟ لا، ما هو مش هيقول لاهله دلوقتي. امال امتى؟ في اسبوع ابنكم؟ اصل انتوا مش عارفين، انا لو فتحتهم دلوقتي في موضوع الجواز هيرفضوا. وش؟ انا لسه في الجامعه. وبعدين لو قلت لهم انا عايز اتجوز هيقولوا لي ما عندك بنات العيله اولى بيك. ساعتها اخش انا بقى في قصص وحكايات قديمه انا في غنى عنها. والله يا عندك حق يا روقة. امال هتقنع اهلك ازاي انك تتجوزها بكره؟ هيتجوز عرفي لغايه ما يتخرج. عرفي؟ نعم يا اختي. اتهبلت يا بت؟ يا ابن الكلب. لا يا ده انت حطيتها في دماغك بقى. انت ايه يا شيطان؟ بس مفيش شيطان قصير كده. مين صاحب الفكره دي يالا؟ سيبه لو سمحت يا محمود. انا مش فاهم ايه اللي مدخلك ما بيننا. الست دي بكره هتبقى مراتي وهي مش قاصر. اطلع انت منها بقى. ها؟ ساكته ليه يا بنت الناس؟ اه يا بنت الك. لو على ايه؟ ده انا كل اللي مصبرني عليك ابوكي، بس لو فاهمه ان انا هسكت على الكلام ده تبقي غلطانه. لو نطقت بكلمه هتقول له ان انت ابتزيتها وخرجت معاها والراجل اللي شافكوا اللي في الورشه شاهد عليكوا وهي حكيت لي على كل حاجه. ساعتها ابوها هيشاهد الراجل اللي شافكوا وهتبقى انت في الشارع يا نجم. والله العظيم يا حلاوتكم انتوا الاثنين. قالوا انا اللي فاكركم قاعدين بتتكلموا في توضيب شقه الزوجيه. هنحط السفره ورا باب الشقه. طب الكرانيش لونها ايه؟ اداريكم بتتفقوا عليا. طب وحياه امك؟ لا هكون بكره رايح لابوكي وحكي له على كل اللي حاصل. ولو على الشغلانه تولع الشغلانه اللي توقفني اريال. ادي اخره الجدعانه. لا يا محمود، هو ما يقصدش. انا عارفه انك جدع والله. ما يرضكش ان ابويا يقتلني. مين اللي قال لك؟ ده انا نفسي ابوكي يقتلك ويولع فيكم انتوا الاثنين بجاز وسخ. وهتشوفي بكره يا سلوى. اما انت بقى حلو فده عربون محبه لحد ما اشوفك بكره. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. محدش هيضربك. الضرب ده للبهايم بس. لكن انت ما شاء الله انسان متعلم ومثقف ومهندس قد الدنيا. واكيد عارف مصلحتك فين. او خليني يعني اقول ان ده املي فيك. وانا تحت امرك يا فندم. انا بس عايز اعرف ايه الحكايه بالظبط. وانا بقى لي قد ايه هنا اصلا سيادتك؟ انا حاسس ان انا متساب بقالي كتير وايديا خلاص مش عارف احركها. انا مش فاهم حاجه والله. كده بقى في اتنين عايزين يعرفوا ايه الحكايه بالظبط.
بداية مش كويسة. أحمد فين يا باشمهندس؟ أحمد أخويا؟ لا أحمد أمك. بعدين؟ إحنا في مسرحية؟ أقول لك سؤال ترد عليها بسؤال؟ يعني أقول لك حسين فين؟ تقول لي جوز أختي؟ باشا أنا معرفش أحمد فين والله. هو فعلا جالي امبارح الشقة اللي أنا ساكن فيها، كان عايز ياخد شنطة سايبها عندي، بس أنا ما كنتش موجود لما جه. الكلام ده كان الساعة 9:30 بالليل تقريبا يا فندم. أنا ما كنتش موجود لما جه. كنت فين ده؟ كنت بتمشى. أنت خلصت شغلك في الورشة الساعة 7:30 بالليل زي كل يوم، رحت فين؟ مشيت على الكورنيش سيادتك. حلو، ماشي على الكورنيش حلو، خصوصا لما يكون محدود حيلك طول اليوم في الشغل. قعدت تمشي للساعة كام؟ مش فاكر بالظبط يا فندم. انت رجعت البيت الساعة 11:30 زي ما اسماعيل زميلك في الشغل وفي السكن بيقول، مش كده؟ تمام يا باشا. يعني 4 ساعات قاعد بتتمشى ليه؟ نازل اختبارك ضحية برحمك؟ اديك عصبتين اهو، مش عايز اغلط فيك والله، اسف. انا قاعد عليك السؤال مرة تانية، كنت فين كل الوقت ده؟ والله كنت بتمشى وبعدين كلت وبعدين قعدت على القهوة شوية. يعني أصل سيادتك لو سألت إسماعيل هيقولك إن معانا زميل في الشقة بيضايقنا شوية، فالواحد بيخرج يفك عن نفسه. وأنا بحب البحر قوي يا باشا، وممكن أقعد قصاده بالساعات من غير ما أعمل أي حاجة. جميل، تحب البحر كمان رومانسي، جميل جميل. أحمد بقى كان معاك طول الوقت ده صح؟ أحمد أخويا؟ أنا آسف يا فندم، بس أنا والله ما شفتش أحمد. هو أنا لو شفته هنكر ليه بس؟ يا راجل بقى تعملوا الخطة الجهنمية دي اللي ما تخرش المية، مش عارفين تتفقوا على أي حجة تثبت إن كل واحد منكم كان في حتة تانية خالص ساعة التفجير. إيه ده؟ إيه ده؟ ده غلطة الشاطر ولا ثقة زيادة عن اللزوم؟ خطة إيه يا باشا وتفجير إيه؟ مش فاهم حضرتك. تفجير الكنيسة يا روح أمك، أنت بتستعبط؟ هو أنت كده خليتني أغلط تاني وأنا مش عايز أغلط أساساً؟ استغفر الله العظيم يا رب. أنا آسف يا سيدي، آسف. يا باشا كنيسة إيه؟ أنا ماليش دعوة بالتفجير، لا أنا ولا أحمد ولا بأي تفجير من أصله. يا باشا يا باشا يا باشا ما تسيبنيش لوحدي، أبوس إيديك يا باشا. يا إخوانا فهمونا، إحنا بنعمل إيه هنا؟ والله العظيم ثلاثة ما عملت حاجة يا باشا. يا إخوانا يا جماعة ما عملناش حاجة يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. انت داخله تتسحبي كده ليه يا بت؟ ودخلتي هنا ازاي؟ قبل هدى بعتت لي المفتاح مع ام ولاء جارتها، اصلها مش عارفه اسيب العيال وتيجي يا خالتي، فقالت لي اقعد معاكي.
وبعدين يعني بتوع امن الدوله منعينا انها تخرج من البيت، اصل هم كمان عاملين له كمين. طب بس بس خلاص، انت هتفكريني بالغلب اللي انا فيه ليه؟ هو انا ناقصه حسين رخر؟ مش كفايه عليا جوزي وعيالي الاثنين؟ ايه مبوزه ليه؟ خايفه اقرا محمود يا خالتي. انت هتفقري من اولها؟ هو احنا فاهمين حاجه اصلا عشان نخاف ولا ما نخافش؟ مكتوب علينا كل ما يتزنقوا في حد يجوا ياخدوا جوزي وعيالي الاتنين من باب الاحتياط، مش مهم يحبسوهم زي ما هم عايزين، المهم الخطه بتاعتهم بتبقى وحشه قوي، والدور والباقي بقى يا عيني على عربيه الاسعاف اللي مش حاططينها رايحه جايه رايحه جايه. انت بتضحكي. طب ايه رايك بقى اخر مره وانا راجعه في عربيه الاسعاف قلت للراجل بقول لك ايه يا ابني، ما تركن تحت البيت، هو انت شغال على حد غيرنا؟ ما هو احنا خلاص بقينا ملطشه البوليس في ام البلد دي. معلش يا خالتي، يا رب جه على اخر احزان يا رب. يسمع من بقك ربنا يا حبيبتي، والله انت اصيله وفيك الخير، واحده غيرك كانت زمانها تقول يولع هو وامه، خصوصا بعد اللي عمله فيكي. إنما ما تزعليش يا حبيبتي، هو عمل فيكي كده عشان بيحبك. أيوة، بس هو مش عايز يشحططك معاه عشان شايف أمه متشحططة إزاي مع أبوه. هو أنا يا خالتي كنت اشتكيت له؟ ده أنا قلت له على قلبي زي العسل، بس هو بقى اللي ركب دماغه. أمك وأبوكي هما اللي طلعوا عين أمه اللي هي أنا، طول النهار وطول الليل زعيق ونكد وتطفيش لما الواد زهق. كان الله في عونك، أنت مستحملة أهلك دول إزاي؟ ما تزعليش، احنا يعني بنفضفض مع بعض. بقولك ايه يا خالتي، هو مش ممكن محمود كده قلبه يحن عليا تاني؟ ان شاء الله يا حبيبتي، ليكي عليا لما يوصل بالسلامه هزنقه في الركن واقول له اسمع بقى اما اقولك، احنا مالنا ومال امها وابوها، احنا لينا البت وخلاص، وامها وابوها دول انا ليك عليا اعمل لك فيهم زي ما سعاد حسني عملت في حسين فهمي، أأكلهم مسقعة جواها سم فراخ. واسعة دي، ها؟ خسارة فيهم المسقعة، أصل أنا بعملها طعمة قوي، هم كفاية عليهم سم الفراخ. اضحكي اضحكي، كتر خيرك يا بنتي، تعبتك معايا والله. بصي، سلمي أمرك لله، كل شيء نصيب، لو ليكي نصيب فيه هتاخديه، ولو مالكيش نصيب بقى هتبقي انت الكسبانه يا هبله. هي دي عيشه اللي انت شايفاها دي؟ لا بقى، احنا ضحكنا كتير، نقوم بقى نشوف ام الشقه اللي قلبوها بره دي اهو، نستنفع منك بدل ما انت جايه من ساعه ما جيتي عماله ترغي وتضحكي وخلاص. اوعي يلا على مهلك. ايه يا دار ياني يا دار ياني. هو قولك ان هو منسوب اليك من المتهم الثالث في القضية. سيادتك برضه ما جاوبتنيش يا فندم. أنا ليه بحضر التحقيق من غير محامي؟ مش ده حقي؟ ومين فينا هنا المفروض يسأل التاني؟ يا فندم، يعني سيادتك شايف ان ده وضع طبيعي ويرضي ربنا؟ اتهامات بالخطورة دي بتتوجه لي من غير ما يكون معايا محامين. هنعمل يغضب ربنا ليه؟ القضية لسه في أولها، هتاخد كل العقوبة القانونية. احنا ما بنظلمش حد يا محمود. وبعدين أنا مش فاهم، ده المتهم الأول والثالث معترفين عليه، واعترافاتهم إيه؟ وريتها لك بإمضاءاتهم. طبعا المتهم الاول مش هقدر اواجهه لانه مات الله يرحمه، بس هتقولي المتهم الثالث قصادي يا فندم، وانا اواجهه ان كل اللي قاله عليا كذب. يا دي شغل التمثيلات اللي بوظ دماغ الناس. انت فاكر نفسك هتمسك في رقبته وتقول له يا كذاب لحد ما غير اقواله؟ الراجل موجه لك اتهامات محدده ومعترف عليك انت والمتهم الاول اللي برضه مضى على اعترافاته قبل ما يتوفاه الله، يبقى ترد على الاتهامات دي بشكل محدد وتثبت خطاها، او تفشل في دفع يطبق عليك القانون او تعترف. ايه كلامي فيه حاجه تضحك؟ أنا آسف يا فندم، أصل سيادتك يعني لما جبت سيرة القانون ضحكت، أصل من ساعة ما اعتقلوني وأنا ما سمعتش اسم خالص، يعني خفت يكون جراله حاجة، بس الحمد لله حضرتك طمنتني عليه. واضح إنك مش مقدر خطورة الاتهامات الموجهة ليك وبتتعامل معاها باستخفاف. يا فندم بالعكس، والله أبدًا، وعشان كده أنا مصمم إن آخد حقي الطبيعي إن يكون معايا محامين، عشان أقدر أثبت إن كل الاتهامات الموجهة ليا أنا وأخويا باطلة. مالكش دعوة بأخوك، ورد على يخصك أنت وبس. ليه يا فندم بس؟ مش أنتوا تهمني أنا وهو مع بعض، يعني براءتي هتبرأه بس ادوني فرصه اثبتها.
واحنا ماسكينك اثبت براءتك. انا اسف في السؤال يا فندم، بس سيادتك شايف ان اللي بيحصل ده في تطبيق للعداله اللي حضرتك مؤمن بيها؟ والله انا ما معناتكش تجيب معاك محامي، انت اللي جاي من غير محامي، ولو كان حضر معاك المحامي انا كنت هثبت حضوره في التحقيق، لكن انت عارف طبعا انه قانونا حتى في حضور المحامي انت اللي هتجاوب مش هو. وبعدين انا مش فاهم انت مكبر الموضوع ليه؟ جاوب انت على الاسئله لما تمشي في سيرها الطبيعي وتجيب محاميك، خليه يقرا اجابتك ويقدر موقفك القانوني وينصحك. يعني برضه سيادتك مصدق ان انا بحضر التحقيق من غير محامي؟ اكن ده باختياري. ممكن سيادتك ترد عليا في السؤال ده؟ واضح انك فهمت هدوئي غلط. اتفضل جاوب على اسئلتي. ما هو قولك في الاتهامات المنسوبه اليك. فندم انا مش هجاوب على اي سؤال غير لما اعرف وضع ايه في القضيه دي. انا من ساعه ما دخلت وحضرتك عمال توريني ورق عليه امضاءات، بس انا ما قريتش نص الاعترافات ولا الاتهامات ولا فاهم اي حاجه يا فندم. ما انا هواجهك بيها في اسئله التحقيق وانت بقى رد. برضه يا فندم انا متمسك بحق ان يكون معايا محامي. وبعدين انا مش المفروض اكلم اهلي اقول لهم انا فين؟ مش ده حق قانوني؟ انت شكلك محتاج اللي يفكرك بخطوره القضيه اللي انت متهم فيها. انت متهم في قضيه ارهاب، فاهم يعني ايه ارهاب؟ اه يا فندم، بس المتهم بريء حتى تثبت ادانته. يا فندم انت هتعلمني القانون؟ وانا كان حصل مني اي افتراءات على حقوقك؟ اثبت يا ابني في المحضر. اقتنع المتهم عن الادلاء باقواله لحين اخذ فرصته في احضار محامي، وقد قررنا حبسه 15 يوما على ذمه التحقيق وايداعه بسجن وادي النطرون مشدد لحين استكمال التحقيق. صباح الفل يا فندم. صباح الفل. جاهزين تستلموا؟ هات يا سيدي، ياما جاب الغراب لهم. لا يا فندم، المره دي السيده جامده، العيال بتوع كنيسه اسكندريه. انهي فيه؟ هي هتفرق معاك يا ناصح؟ استلم وانت ساكت. تمام يا فندم. على ما تعال يا ولد. امسكوا عسكري. اسماعيل فين؟ فين اسماعيل عبد الرحيم؟ انا ايش دراني فين اسماعيل؟ ما تصلي على النبي كده وتهدى، مش ترمي لك سلام الاول. اتجننتوا ولا ايه؟ انت عارف احنا فين؟ ايوه هنكون فين يعني؟ سلامها لله. اكيد مش هيجيبوا اسماعيل هنا، مش هيحط لهم اللي هم عايزينه، اكيد هيطلعوه افراج. توك فهمت يا فاكرك. انت عايز تجنني؟ انت فاكرنا رايحين تركيا نتفسح؟ اسماعيل هيودينا في 60 داهيه. قلت لك يا واد خالي سلامها لله. بس يا مسجون منك له. يلا نجمع على جوه. يلا يلا. عدل كده. يلا يا اخويا افتح يا ابن الباب. خش. امين فيهم؟ محمود عبد الناصر. سلم. امشي. التاني صعب الصين. امشي شويه. وستبقى مصر بقيادتكم
قادرة بعون من الله سبحانه على مواجهة التحديات انطلاقا من الثوابت الوطنية والقومية. رعى الله مصر وحفظكم لها قائدا وزعيما، والسلام عليكم. يا مسدك يا مسدك يا فاطمة، ولا تكرهوا مني يا فاطمة. ما تخلصي، اخلصوا بقى، انتوا عايزين تصوتوا تقلبوها ملاحة، جت كل بلد. لا حول ولا قوة إلا بالله. جرى يا عمي؟ دي قلبي أمي برضو حاسة بكل حاجة. الله جاتك البلد بوخك أنت كمان يا ولادي. يا ستي، الراجل ما جابش سيرة عيالك في كل الكلام اللي اتقال ده، ولا جاب سيرة التنظيم اللي قالوا إنه هم فيه، ولا هم موجودين أصلا. أمال أنا نبلتهم ليه؟ خدودي بتاكلني يعني؟ يا ترى عملوا إيه؟ أكيد قتلوا ولادك، أكيد قتلوا ولادي، ولا مخبينهم في أي مصيبة عشان يداروا جريمتهم. بعد الشر يا ماما ما تقوليش كده. طب ليه ما يكونش إن الأدلة اللي مسكوها على محمود وأحمد مش كفاية علشان كده ما جابوش سيرة عنه؟ وممكن يكونوا هيلبسوهم مصيبة جديدة. أنا ما أقصدش، أنا أقصد إن هم عالم أبلس. يعني هي ناقصاك يا سي حسين أنت كمان. أه يا محمود. أه سبتك يا فاطمة. يا بنت انت بتعيطي ليه انت رخ؟ ما ترحمينا بقى. حبيبي يا ولادي، حبيبي يا ولادي. شوف يا ستي، ايا كان السر في انهم تجاهلوا التنظيم اللي اعلنوا عنه، فده معناه ان مفيش اي اتهام رسمي متوجه لاحمد ومحمود. وياما الداخليه اعلنت عن قضايا وطلعت فشوش، ولا راحت محاكم ولا غيره. يعني ايه؟ محمود هيختفي؟ قلتومي يا خالتي ليكي حق قلتومي. يا يا بنت انت حرام عليكي يا معدده، انت انت جايه تعملي معانا الواجب ولا جايه تطلعي عين امنا؟ هي بتتكلم صح. انت عايز تفهمني يعني ان محمود واحمد هيفضلوا مخبيينهم لغايه ما الداخليه يجيلها مزاجها وتخرجهم؟ واني ما قلتش كده بصراحه. هو ده معنى كلامك يا عم؟ حقاني قوي يا ستي. شوف يا ستي، مفيش اي اتهام رسمي متوجه لابنك لحد دلوقتي. صدقيني والله انا متفائل بانهم ما جابوش سيره التنظيم اللي قالوا عليه. يا حبايبي يا ولاد، شوف بقى ما اقولك، انت تقوم دلوقتي حالا تتصلي باللي اسمها منى المحاميه دي عشان ترسيني على بر وتفهمني ايه اللي حصل بالظبط لاولادي. قوم قوم اتحرك يا راجل، يا اما هولع لكم فرح النهارده. يا ماما خلاص عادي الشر. يا لهوي يا رايح فين التليفون اهو؟ رايح اجيب النمره. استرها يا رب، استرها يا رب، واحميكوا يحميكوا يا ولاد بطني يا رب. كان لازمتها ايه بقى شحطتها من رشيد الاسكندريه كده طالما انت هتقضيها بحلقه وسرحان في البحر؟ مالك يا محمود؟ في ايه عايز تقولولي مش عارف تقولي يا محمود؟ انا نويت اسافر. وجع صوم اللي كان ساكن معانا في الشارع بعت لي دعوه عشان اروح له. بردك يا محمود يا ابن عبد الناصر، نفذت اللي في دماغك. طب وديني لو فضلت احبك ولا فكرت في التاني بقى استدر بالجزم. انتبهتي ايه ده؟ عشان مش ههدى. انا غلطانه ستك تعمل فيا كده من الاول؟ يلعب ابو الحب يا اخي اللي يعمل كده في الواحد. يا بنت اهدي، هتفرج علينا الناس. ما اتفرجوا ولا يغوروا في داهيه. انا غلطانه ما سمعتش كلام ابويا لما قال لي ان انت مش بتاع جواز اصلا وعيله مجنونه. بس يا بنت بقى اتفرجت علينا الناس. اقعدي. مساء الخير، اهلا وسهلا، ما تفضل. انت عبيط يا ابن الراسك؟ عاجبك كده؟ اتفضلي اقعدي اقعدي. اهو جنانك ده اللي كان مخليني مش عايز اقول لك. بردك كده يا محمود، كنت عايز تسافر من غير ما تقول؟ تفتكر ينفع؟ ما هو نفع اهو، اديك بتقولي بعد ما جات لك الدعوه. مش عرفني انك هتمشي، افتكرتها هتبوظ زي كل السفريات اللي قبل كده. عايز تسافر وتسيبني يا محمود؟ يا شيرين، انا وعادي هنا مش هيعمل اي حاجه. انت ليه مش قادره تصدقي ان انا مش الشاطر حسن اللي هاخدك على حصان ومسكنك في قصر عالي؟ انا بقتش عارف انا عايز ايه، ولا حتى نفسي في ايه. أنا ما ينفعش أحلم، أنا حيطة سد يا بنت الناس، افهمي بقى. الحاجة الوحيدة اللي فاهمها دلوقتي يا محمود إن أنت مبقتش تحبني. بالعكس، ده أنا عشان بموت فيكي بقولك الكلام ده. يا شيرين، أنا حقيقي ما بقتش عارف بكرة هيبقى عامل إزاي.
اوعى تخرج يا محمود، دول هيموتونا. كده ميتين، اوعى. ما تسيبنيش يا محمود. يبقى مالكوش دعوه بينا بعد كده، ومش مسؤولين عنكم انتوا اللي زيكم، احنا براء منكم. ايه في ايه؟ انت الصور البدو بيضربوا نارها على ابراج الحراسه، المساكين بتقطع. مين ودك هنا؟ سيم على قلكم دي مؤامره يا اخوه. لا يمكن نظام بالجبروت ده يصعد بالسهوله ديت. دي مؤامره اننا لسنا جبناء، ولكننا نختار معاركنا. هنعمل ايه يا دروة؟ مش عارف، بس انا شايف ان دي فرصه عشان نهرب. مش جايز يطلع كلام الدكتور صح ويطلع ده فخ عشان يقتلوا اللي هيهرب. ايوه، لو عايزين يقتلوهم فعلا يبقى هيصفوهم وهم الله العنبر. انت لو شاكك ان كلام الدكتور صح يبقى احنا لازم نبعد عن الناس دي وفورا. فدي عندك حق، احنا اتدربنا مع الناس دي والعالم، لو طولنا معاهم اكتر هنشيل مصايب اكبر. بس هنعمل ايه لو هربنا؟ هنروحوا فين؟ نروح اي حته مش مهم. ما بدهاش بقى، احنا نتوكل على الله وزينا. خليها على الله. يلا عبد الرحيم. ايه كده؟ ده ظابط ولا لابس لبس ظابط؟ ما خبرش، بس ده لا يمكن يكون ظابط طبعا. لو كان ظابط كان هرب زي زمايله. وليه ما يكونش محسن عرفه وعمال يضرب نار يعني عشان لما يجي الجيش يقول لك انا كنت بعمل اللي عليا وسايب الدنيا والع جوه؟ يا ولاد الكلاب، بقول لك ايه، مش هينفع نمشي من الحته دي. الاحسن يعمل فيها ذكر علينا ويضربنا رصاصتين وياخد فينا نشان بعد كده. على رايك، ويطلع بالليل في نشره الاخبار يقول لك انا اللي قتلت الارهابيين. بقول لك ايه، ما تيجي نمشي مع الصور ده لحد ما نلاقي اي طريق اسفلت. بلاش الاسفلت خالص، طالما في واحد واقف هنا يبقى تلاقي واحد واقف الناحيه الثانيه برضه وعمال يضرب نار، واكيد الاثنين مستنيين الداخليه او الجيش تيجي. بقول لك يا عبد الرحيم، احنا نطلع نجري مع الناس اللي ماشيه كده نوصل لاقرب حته يا اخي، ان شاء الله نطلع على مدينه السادات. هنعملوا ايه في مدينه السادات دي يا اخي؟ انت هتقعد ترغي؟ يلا عبد الرحيم، يلا توكل على الله. لهم فرصة أن يروا الحدث على حقيقته، فأنا بأهيب بكل المصريين وبكل المحررين في الصحف المصرية أنه الحفاظ على سلامة الوطن يأتي بالمصداقية. بنقول الناس تقول الأخبار تنقلها، لكن الأخبار الحقيقية بحجمها عشان لا نثير البلبلة بين الناس. وأنا مرة تانية بحب أحيي التلفزيون المصري. من أهم نتائج ثورة الشباب في مصر أنها ستجعل من مختلف أجهزة الإعلام الرسمي وعلى رأسه الإعلام في العالم العربي تعيد التفكير ربما ألف مرة فيما ستبثه من أخبار قبل أن يقال لها وعلى نفسها جنت براقش. Thank you.
برودك يا شافع. طب حتى تعالى خدني عشان الاقي حجه اروح بيها. يعني ايه خايف من الطريق ومش خايف عليا انا اسافر لوحدي؟ طب انا لما اسافر في البيجو برضه هبقى لوحدي. انا مش عارفه انت بتجيب النطاعه دي منين يا شافع. عيالي وحشوني. طب والله العظيم انا اللي مطمني عليهم ان هم عند اهلك. يعني ايه لما يرجع الفيديو كول؟ بقول لك ايه بجد بقى، انت حرقت دمي، اقفل احسن. طب النبي يا شافع خليهم يكلموني، خليهم يكلموني كل شويه. ما تقسيش قلب العيال عليا يا شافع. ابوس ايدك. ماشي خلاص. طب بقول لك ايه، لما الدنيا تهدى شويه تيجي تاخدني. وديني لو ما جيت تاخدني يا شافع اللي هفضل هنا وما انا راجعه البيت تاني. ايه يا اخويا تليه وده وقت هزار. يلا سلام بقى. سلام. عندك القرف في برودك. هو في حاجه قبل تحيه؟ لا مفيش حاجه يا حبيبه قبله. وخفي شويه يا اختي على قبله كتير دي، انا مش جايبه 10 عيال قدك. انا بس كنت عايزه اطمن على عيالك كويسين ولا لا. كويسين يا اختي الحمد لله، احسن مني ومنك. بقول لك ايه، انت بنت جدعه كده وزي الفل، وجمايلك اللي بتعمليها دي على راسنا من فوق. بس لو تبطلي تلمعي اوكر تبقي زي الفل. الو الو يا نهار اسود، ده الجوع كافر. طلبت شيرين بدل ما اتصل بامي. صوابع بتفتكر على مزاجها بقى. كويس اني اطمنت ان هي كويسه، مع ان كان نفسي في عصابه مسلحه تولع في ابوها وامها. بس حرام بقى، انا ما شفتش منها الا كل حب. الو مين؟ عم عبد الناصر. عم عبد الناصر مش سامع حاجه. انت عامل ايه في الاعتصام؟ دي خالتي قلقانه عليك قوي يا عم عبد الناصر. شيرين اسمعيني كويس. محمود وحشتني يا محمود. مش وقت الكلام ده، لو امي قاعده جنبك اوعي تجيبي سيرتي. فهماني؟ اوعي تقولي فهماك. فهماك فهماك. قلتيها مرتين يا نهار اسود. مش عايز حد يعرف ان انا بكلمك، ردي من غير ما حد ياخد باله. امي كويسه؟ هي جنبك؟ حلو قوي، خليكي ماسكه فيها بقى. وابويا كويس؟ نزل الثوره؟ ها؟ طبعا ده ما هيصدق. كفايه ايه بقى، هياخدوا بالهم. طب احمد اخويا سهر او اتصل؟ ايه اللي دي؟ يعني لا والله، بقيتي تشغلي مخك يا بنت. وحشتني قوي يا محمود. عليا النعمه هقفل. لا لا بص، انا مش هعرف اطول عليكي في الكلام يعني، بس وحياتي اللي كان بيننا شيرين. نعم يعني ايه اللي كان بيننا دي؟ هتردحي لي يا شيرين؟ هتردحي لي وانا هربان؟ انا اقصد يعني لو ليا خاطر عندك. مش انا ليا خاطر عندك برضه؟ اوعي تجيب سيره لامي ان انا اتصلت. مش عايز اطمنها لحد ما اقابل منى المحاميه واعرف راسي من رجلي. الست هتطمن من هنا، وجايز بكره تلاقي خبري في الجرايد. ايه؟ تقلقيش انا كويس. ده انا شفت ايام شيرين. بس الحمد لله لحد دلوقتي ربنا ساترها. ايديلي. انت كويسه يا شيرين؟ ابوك وامك كويسين؟ يا رب تقولي لا. انت بتكلمي حد يا بت يا شيرين ولا رافعه السماعه كده وخلاص؟ يو مالك متنحه كده ليه يا بت؟ كنت سامعاكي في الاول بتقولي يا عم. اخيرا ناصر افتكرنا واتصل بينا. متنحه كده ليه يا بت؟ ما تردي عليا. مين اللي بيتكلم؟ انت محصوره يا حبيبتي؟ استني لما تحيه تطلع من الحمام بيخش. يو
ما تردي عليا يا بنت وتكلميني زي ما بكلمك. قال لا ده بقين عم عبد الناصر يا خالتي، بس الصوت مش واضح. وريني كده. اوحي اوحي اوحي. الو، ايوه يا ناصر، انت فين يا اخويا؟ السكه مفتوحه فعلا. الو، ايوه يا ناصر، اصل انا مش سامعاك. عايزه اطمن عليك يا اخويا، ده انا لسه داعيالك انت وعيالك، ربنا يحميكوا ويحفظكوا ويوقف لكم ولاد الحلال في طريقكم يا رب. البيت مضلم من غيرك يا ناصر، حرام عليكم والله، البيت فاضي عليا كده من غيرك انت وعيالك. ربنا يطمني عليك، انا مش سامعه خالص. طب بقول لك ايه، اقفل السكه وارجع اطلبني تاني عشان اطمن عليه، بس اوعى ما تطلبش. ها، انا هقفل اهو. قفلت السكه، يمكن يرجع يطلبنا تاني ان شاء الله. ايه بتعيطي ليه يا منيله على عينك؟ يا رب يا خالتي يبقى كويسين ان شاء الله. ان شاء الله هيبقى كويسين. محمود هيبقى كويس، واحمد هيبقى كويس، وعم عبد الناصر طول ما انت بتدعي لهم يا خالتي يا رب يبقوا كويسين. ما تصدقي تلاقي مناحة وتلضمي فيها. طب قومي بقى يا حبيبتي، قومي يلا قبل ما ابوكي وامك يستعوقوكي ويرجعوا يطلبوكي على التليفون ويشغلوا لنا الخط. قومي بقى يا حبيبتي، القلب دعيلك. انستي ونورتي، مع الف سلامة، ما تقلبيش علينا المواجع. هي اختي البت النكدية دي اهو داعبها. ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يحميك يا ناصر انت وعيالي، ما يضرنيش فيكوا ابدا، ويفتحها في وشكوا. قادر يا كريم. يا رب تكون وصلت بالسلامه زي ما قال لي شادي. الاكل ده بيتي مش من الشارع، مامي اللي عاملاه مش انا عشان تطمن. سخن وتعامل، تلاقي الاكل بيتي وحشك. انا مضطره اسافر القاهره وهرجع قبل ميعاد حظر التجول باذن الله. انت ممكن تلاقي شباب جايين من الاعتصام مخصوص عشان يستحموا، ما تقلقش لو لقيت معاهم مفاتيح. حاول ما تنزلش من البيت الا لما اشوفك الاول. لو عاوز تنزل اي سبب قهري ده رقم موبايل منى. الحمد لله على سلامتك. تنامي ما توعي تقومي يا بعيده، البلد مقلوبه والناس طالع عين ابوها، واحنا مشغلين ام كلثوم. الناس تقول علينا ايه؟ مجانين. ايه عايز يعني تشغلك يا اخويا اغاني وطنيه؟ مش كفايه الكآبة اللي في التلفزيون؟ ده بدل ما تقولي لها تلم نفسها وما تفضحناش قدام الناس، البلد بتولع وهي مشغله ام كلثوم، ويا ريتها مشغلاها وطني ولا حزين. لا، الست هيمانه مش حاسه ان البلد راح في 60 داهيه، ان الاسطول الامريكاني داخل على مصر. دلوقتي هنقول لها ولا ايه؟ لا لا، ما تقولش اي حاجه، ولكن سمعتي مني حاجه. قولي لي بقى، مش هتحكي لي الحلم اللي انت حلمته لي؟
عارفة يا شيرين يا حبيبتي إن أنا بحبك قوي وتربعتي جوه قلبي من هنا، بس بكره فيكي قوي الخصلة المهببة بتاعت رمي الودان دي. ها يخرب بيت ودانك المطرطقة دي، هملصها لك. خلاص يا خالتي، خلاص خلاص. التلفزيون مش عايز يشتغل خالص يا شيخ، مش عارف اتفرج على اللي بيحصل. في يا منى؟ امي جرى لها حاجه؟ ابويا جرى له حاجه؟ شد حيلك يا محمود، احمد اخوك استشهد النهارده الصبح من دار التحرير. ايه؟ احمد مين؟ احمد مين؟ اسمعي محمود، احمد ما كانش لوحده، شباب كتير قوي اتقتلوا النهارده في دار التحرير، عددهم ياما مش عارفه قد ايه. شد حيلك يا محمود، شد حيلك. لازم اشوف اخويا، عايز اشوف اخويا. بس يا احمد، عايز اشوف احمد، عايز اشوف احمد، عايز اشوف بس ما كانت معاك طول اليوم امبارح، وانت مالك انت؟ مش انا اللي عاملها، ما انا قلت لك احنا الاثنين نعملها مع بعض. قايمة ورايحة فين بس؟ ايه يا عبد الناصر؟ ايه؟ ده اسمه كلام بردك؟ بلاش ابص على ابني قبل ما يزفوه، هو في زف من غير ام العريس؟ صحتك، صحتك يا فاطمة، مش هتستحملي يا حبيبتي، احنا ما صدقنا الحقنة فوقتك. حقنة ايه وزفت ايه؟ عيب الكلام ده يا عبد الناصر، عيب. ده انت عارف ان انا جامده قوي، انت عارف كده كويس، ويا ما استحملتك انت وعيالك وما نخدش ابدا. هي الخضه بس اللي كانت بتتعبني، انما خلاص انا دلوقتي مش مخضوضه. انا عرفت اللي حصل، عرفت اللي حصل، وحمده وشاكره وراضيه يا رب، وعلى راسي من فوق يا رب، على راسي من فوق يا رب. انا ست مؤمنه وعارفه، عارفه ان كلنا اخرتنا الموت.
رب. ايه ايه بتبصوا لي كده ليه؟ ده هي بنت انت وهي بتعيطوا ليه؟ هو الحزن بالعياط؟ وحتى لو بالعياط هو في عياط هيعوض احمد ابني. ما تستعجلوش ما تستعجلوش على العياط، احنا مش هنحس بالفراق دلوقتي لسه. ما تستعجلوش، هو فين ابني عبد الناصر؟ فين؟ عايزه ابص على ابني احمد يا حبيبي. جايلك يا عين امك، جايلك يا حبيبي يا حبيبي يا احمد، جايلك يا حبيبي اهو. انا ما بعيطش اهو، انا جايلك يا احمد، انا جايلك يا حبيبي، جايلك يا عين امك، جايلك جايلك يا احمد، جايلك يا عريس. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، قوي يا رب يا حبيبي يا ابني. الرحمن الرحيم. محدش يجي معايا، محدش يجي معايا، هشوف ابني لوحدي. سيبوني 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 لوحدي. الله أكبر.
الله أكبر. يا شهيد ما مرتاح واحنا كمل الدفاع. يا شهيد ما مرتاح واحنا كمل الدفاع. يا شهيد ما مرتاح واحنا كمل الدفاع. خالتي انا كنت بحسبك هتفرحي. افرح على ايه يا هبله انتي؟ استغفر الله العظيم، هتخليني اغلط ليه بس في بيت ربنا؟ انا مال انا باللي يقبضوا عليه ولا اللي يتنايل على عينه حتى؟ انا ندرت نادر مش هخرج من هنا غير لما اخد حق ابني واشوف اللي قتلوه من صغرهم لكبرهم مترصصين قدامي كده اهو في القفص. غير كده يبقى كلام فاضي وما يلزمنيش ببصله. ايه اللي انت جايباها معاكي ده يا بنتي؟ ده شوية القاس وحبة رز عاملاهم بإيديا، يا رب بس يعجبوك يا ست الكل. لا حول ولا قوة إلا بالله، هاكل طبيخ يا بنت في بيت ربنا؟ وماله يا خالتي، هو حرام؟ ما هما بيعملوا كده لما بيجوا يعتكفوا في الجامع في رمضان، وحتى لو حرام كان خادم الجامع ما دخلنيش بيه وأنا داخلة، ده حتى قال لي خلي الحاجة تدعي لنا. ده تلاقي عينه في الأكل، ابقي اديهوله وأنت خارجة، أنا معايا أكل الحمد لله. قومي بقى، قومي قبل ما المغرب يكبس عليكي. ماشي يا خالتي متشكرة. بس انا برضك كل ما اعمل لك الاكل بايدي واجيبه لك لحد عندك تاكليه شحاتين انت حره. سلام عليكم. استني يا بت، قولي لي السلق المره دي ظبط معاكي في القلقاس ولا فطحانه زي كل مره؟ جربي بنفسك. استغفر الله العظيم، والله الواحد مكسوف من نفسه، لكن نعمل ايه بقى؟ ما هو لازم نتقوت عشان طاعه ربنا. قدرني يا رب. بجد حلو المعلومات ديت. ماشي ماشي، يلا سلام سلام، يلا باي. مش بقول لكم نظام غبي وسقط خلاص؟ كل ما الواحد يحط ايده على قلبه لحسن يعمل حركه ذكيه يطلع اغبى مما كنا نتخيل. ايوه بس المفروض يعني اللي حصل يبرد نار الناس. مين كان يصدق ان الرئيس هيستغنى عن حبيب العدلي بعد ما خدمه السنين دي كلها؟ ما هي دي الغباوه، ده ما هنش عليه حتى اللي في وقت زي ده راح يبوظ وسجنه. اكيد طبعا عشان شال عليه بلاوي. ده بعد خبر الاعتقال ما طلع والناس فرحت بيه طلعوه نفى وقال لك لا دي تحديد اقامه جبريه، فاللي كسبوه من هنا راح من هنا. طب تفتكر الحوار اللي هيعمله عمر سلمان مع المعارضه بكره هينجح؟ معارضة مين يا ابني؟ قصدك المعارضة اللي بتقبض من النظام وبتاخد أوامرها من أمن الدولة على التليفون. والنبي عمركم سمعتوا عن حد بيعمل حوار مع دراعه؟ أيوة بس بيقولك الإخوان رايحين. طبعًا هيروحوا عشان ياخدوا شرعية، ودول ما هيصدقوا. بس مين قالك إن هما هيفرقوا معانا في الميدان؟ دي برضه غلطة النظام بيقع فيها. ده في ناس مفهمة النظام إن اللي بيحصل ده ورا الإخوان، مع إنهم كانوا رافضين ينزلوا 25 وما نزلوش غير يوم 28 زيهم زي باقي الشعب. بس مش ممكن نظام الجبروت ده هيصدق ان الشعب اللي استحمله 30 سنه ممكن يثور لوحده. عشان كده كل شويه هتلاقيه بيلبسها لحد مره من بره ومره من جوه. عشان كده الموضوع شكله هيطول. بقول لك ايه، كويس ان انا مسافر بكره مصر عشان ما كنتش هستحملك تقعد تنكف فيها طول اليوم. يلا بينا على البيت يا استاذ، وبعد كده اجتماعاتنا كلها هناك عشان المكتب ده اكيد مرصود من امن الدوله. يلا يا راجل. ما خلاص بقى، هو امن الدوله لسه في حيل يرصد. متهيألك مستر اكس نيفر دايز. يلا بينا. يلا.
وانا هروح على البيت عشان اجيب لكم حاجاتكم، واكيد طبعا هاخد على تحقيقات ماما اللي هي بصراحه تحقيقات امن الدوله اهون بالنسبه لي عنها. يلا اتفضلوا اتفضلوا. نورتوني والله. اتفضل يا حوده نورتني. الله يخليك نورتوني والله. انا جبت الشقه دي بقى مخصوص بعيدا عن بيت العيله عشان ارتبها واحط فيها كتب ومجلاتي واقعد اقرا فيهم واتفرغ لحد ما قابل رب كريم. بقول لكم ايه، انا عاوزكم تعيشوا وتتعاملوا ومحدش حاسسني ان هو مكسوف. ولك يا حوده الدولابه تحت امرك، ما انتش محتاج اي هزومه يعني تعامل. ماشي الله يخليك عمر. ربنا يخليك. بقول لكم ايه، انا عندي شويه فراخ ولحمه في الفريزر هطلعهم يفوقكم، واول ما منى ما تيجي نخش المطبخ كده يا جماعه ونعمل وليمه على شرف محمود. تمام ثواني. وده شادي ساعدني كده لحظه، قدم لهم كده. هطلع بس الفرخه بس من الفريزر تفوق. افتح لنا كده الجزيره عشان نشوف اخر الاخبار. الانفجار الذي شب في خط الغاز الرئيسي لمنطقه جنوب العريش هو الان تعرض. هلت البشاير هم اللي عملوها. مش بعيد، بس سواء هم او مش هم، الرساله اللي عاوزين يوصلوها للناس يقول لك شفتوا، مش قلنا لكم يا انا الفوضى. وقبل ما تقول له شفت لسه المشوار طويل، الكلام ده ما عادش ياكل مع الناس ببصله. وبكره تشوف. يا ولاد يا اهل الله يا اللي هنا، فاطمة يا فاطمة بس بس حسان. بس يا حسان خدي الواد، خدي بالك على حالك، خدي بالك من الواد. انا مش هغيب كتير. انا ولدي. مع السلامه. مع السلامه حبيبي. مع السلامه يا خليها على الله يا خد بالك على روحك يا مندي. خليها على الله يما. مع السلامه يا دناي. سلام عليكم. مش هغيب كتير. ربنا يحفظكم من كل شر يا ولدي. يا رب يا رب. ألف خيرك يا عبد الرحيم. ده واجب يا صاحبي. بس كان ممكن ما تعملوش، يعني كان ممكن الحاجة تاخد الفلوس اللي أنا جايبها معايا
او حتى تيجي معايا الشهر العقاري عشان تعمل لي توكيل كده وخلاص، من غير ما تعرفني انك عايش وتقابلني بيك، وتقرر كمان انك تيجي معايا وتقف جنبي. ما انت طلعت كد قولك يا صاحبي ونفذت الوصيه وحملت همي وجيت لحد هنا، وكمان ساعدت تروح للحاج جابر وتجيب فلوس منه. دي كلها مواقف رجوله لازم تتقدر وتتشال فوق الراس، وكمان ما ينفعش يبقى ربنا واقف معايا ومع البلد كلها وشال الظلم عنيها وما نقفوش جار بعضينا احنا التنين. يلا بينا. يلا. على وين يا ولدي؟ خلاص راجع اسكندرية. ادعي لي معاكي. دعيها لك في كل صلاة. بس انت مش هترجع لما نطلع معاك بكرة أنا ومرات مندي الشهر العقاري عشان نعمل لك التوكيل اللي كنت عايزة، عشان تعرف تجيب حقك وحق ولد الله يرحمه وحق كل المظالم اللي ظلموا زيكم. ايه رايك؟ رحت استفتيت. اول مره في حياتي اخش لجنه انتخابات من ساعه ما اتولدت. مش قادره اصدق نفسي. شايف الطوابير في التلفزيون عامله ازاي يا محمود؟ ده انا امي اللي اسمها امي اللي ما بتنزلش من البيت الا عشان خاطر تجيب خضار من السوق نزلت واستفتت، بس هي قالت لا، وقالت لابويا ان هي قالت نعم علشان ما اتخانقش معاها. مالك يا محمود ساكت ليه؟ سيبني عمال ارغي ارغي ارغي. ولا قلت لي جيت اسكندريه ازاي ولا جيت ليه؟ لما انا عرفت شادي قال لي وفرحت لك. طب ما كلمتنيش بركتري في التليفون ليه؟ بس عارف البت منى دي جدعه، ما كنتش متخيله ان هي تديني فرصه زي دي. انا ابويا ما كانش راضي يجيبني عيش في اسكندريه هنا غير لما حلفت له يمين ثلاثه ان انا هدخل بيت عمتي كل يوم الساعه 8 بالليل وكمان ادي له التمام في التليفون. استنى اوريك الكارنيه بتاعي. مراقبه من منظمات المجتمع المدني. ما تركزي في الصوره بس عشان شكلي ما بقاش حلو في الكارنيهات. بس ايه رايك يا محمود؟ اتغيرت زي ما قلت لي ولا لا؟ على فكره ما اتغيرتش عشانك، انا اتغيرت عشان عايزه اتغير. كفايه بقى عيشه اكل عماره وقله صنعه. جدع بنت شيرين. انما قولي لي مين اللي وصلك هنا؟ منى ولا راجل؟ لو منى اللي وصلتك ومستنياكي تحت انطقي. لا طبعا، انا سالت وقالوا لي عنوان وجيت لوحدي. انا وانا بليده ولا ايه؟ ماشي. رايح فين؟ هقفل الباب. باب ايه يا اخويا اللي تقفله؟ انت نسيت ان انت فسخت خطوبتك عليا وسبتني كده؟ ايه علاقة قفل الباب بفسخ الخطوب؟ يعني انت بتعترف ان انت سبتني؟ انا؟ امتى الكلام ده؟ بقول لك يا شيرين انا مش حامل خناق والنبي. لا خناق ايه؟ ان شاء الله ربنا ما يجيبش خناق خالص. ايه رايك بقى في المفاجأة دي؟ احنا نهزر؟ كده يا محمود؟ لا ترد على تليفوناتي ولما اجي اخبط عليك ما تفتحليش، في ايه؟ ما هو اكيد كنت بتيجي لوحدك وده ما يصحش طبعا. ايه؟ يا عشان جابت لك شغلانة هتمشي وراها زي الهبلة؟ بتكلمها كده ليه؟ مالكيش دعوه انت يا منى، هو بيرتاح ونفسيته بترتاح لما بيشخط فيا. على فكره بقى هي ملهاش اي ذنب، الفكره كانت فكرتي انا وانت السبب. يعني المفروض المحاميه بتاعتك
بس ولا عارفه اكلمك في التليفون ولا عاوز تقابلني. لو ببقى محتاجه اوصل لك اي معلومه او اطلب منك حاجه مهمه لازم من خلال راجع او شادي او عمر. في ايه؟ بتعاقبني؟ بعاقبك؟ عاقبك ليه؟ ده انت كتر الف خيرك بتدافع عني كل المده اللي فاتت دي من اجل الوطن. بصراحه بقى الموضوع ده مضايقني. لما يبقى معايا فلوس ادفع لك اتعابك هبقى اكلمك. اتعاب ايه؟ ولا من امتى طلبت منك اتعاب ولا باخد فلوس من حد اصلا؟ ما انت عارف كويس احنا منظمه حقوق انسان غير قابله للربح. اه بتدافع عن الفقراء والمهمشين. بس بصراحه بقى انا مهندس ميكانيكي قد الدنيا وما احبش اخد فرصه غيري اولى بيها. معلش يا منى هو كده نفسه عزيزه عليه وده اللي جابني وجابه ورا. وبعدين مش انت عرضت عليا عرض؟ متهيألي ردي وصلك مع شادي. اه وصلني وبصراحه مش عاجبني. انا بدات ازعل يا محمود من عدم ثقتك فيا. هي الهالم قالت لك عايزاني في ايه؟ لا والله ما قالت لي حاجه. كل اللي قالته لي ان هي عايزه توصل لك وانت مش بترد عليها. منى بقول لك ايه؟ كل لمحمود تيجي عند محمود وستوب. لو عايزه حاجه منه كده ولا كده انا ممكن اخسرك في لحظه. تخرب عقلك يا شيرين. بس بلاش كلام فارغ. الهالم عايزاني اسلم نفسي للبوليس عشان موقفي يبقى احسن في القضيه بدل ما انا هربان. يا نهار ابوك اسود ومهبب. وانا اللي وثقت فيكي؟ عارفه يا منى انا اول ما شفتك في النيابه انا مش مرتاحه لك. فاكر يا محمود؟ فاكر. يا بنتي افهمي احنا دلوقتي بنحاول نضغط على الداخليه عشان نجيب هيثم ده يجي يبقى قوله قدام المحكمه صح؟ طيب هنعمل ده ازاي ان كان كل الشهود يا اما ماتوا في ظروف غامضه يا اما اتقتلوا؟ مفيش حد قدامنا حي غير محمود. وان شاء الله هيفضل حي غصب عنهم باذن الله. صدقوني ده الحل العملي عشان القضيه تتحرك بدل ما هي واقفه كده متجمده في مكانها. اكيد عملي اكتر يا محمود من انك طول النهار والليل تلف حوالين بيت هيثم. اه يمكن يكون نسي حاجه فيرجع ياخدها فتستفرد بيه. ولعلمك بقى البوليس لسه ما نزلش الشارع بس مسيره ينزل ولما ينزل هيقبضوا عليك. صدقيني يا شيرين اللي بيعملوا ده خطر جدا عليه. بس لو انت رحت وسلمت نفسك هتبين حسن نيتك. احنا دلوقتي بنحاول نضغط على الداخليه ويجيبوا هيثم ده. محدش يجيب لي سيره الضغط ده بدل ما انا اللي يجي لي الضغط. بعد الشر عليك يا حبيبي. بس اقول لك حاجه بصراحه باين ان كلامها معقول. اتفضل. معقول مين يا مجنونه انت؟ عايزين اروح اسلم نفسي الحكومه عشان يعملوا فيا زي ما عملوا في عاصم اسماعيل؟ هبوط بقى حد في الدوره الدمويه ولا يبلعوني حاجه؟ اظن بقى قولوا لي البلد اتغيرت. ها طب لما هي اتغيرت يا استاذه منى ليه مش عارفين نجيب ضابط قصاد القاضي عشان يحاسبه؟ شوف يا استاذه منى عشان تعملي اللي في دماغك ده قصادك حل واحد انك تبلغي عني. بس اعملي حسابك ساعتها هرفض انك تدافعي عني وهرفض ان اشوفك وهرفض ان اكلمك. انا كلامي خلص معاكي. وانت قاعده ولا رايحه لعمتك انت كمان؟ لا طبعا رايحه لعمتي. بس اقول حاجه لمنى. امسكي يا منى انا مش عايزه الوظيفه دي خلاص. بس هقول لك حاجه انت تنسي موضوع ان محمود يسلم نفسه ولا انت تبلغي عنه. انا عارفه ان انت طيبه وبنت حلال مستحيل تعمليها. ويلا بقى نمشي عشان الوقت اتاخر. يلا يلا سلام يا محمود. ودي بالك من نفسك يا شيرين. حاضر يلا حبيبتي يلا. Thank you.
يا جماعة ما عملناش حاجة يا باشا. والله العظيم ثلاثة ما عملت حاجة يا باشا. ملحوش فيهم كل الملفات. بخصوص المدعو محمود عبد الناصر الذي أرسل الفرع مذكرة للتحري عنه، نفيدكم أن المذكور والده من العناصر اليسارية الإيثارية المحرضة على قلب نظام الحكم والمناوعة للسلطات القانونية، وسبق اعتقاله أكثر من مرة، وهناك تأثر واضح لابنه به يمكن أن يجعله مصدر إزعاج للسلطات في موقع حساس كهذا، ولذلك نوصي بعدم قبول تعيينه حرصاً على أمن الدولة. والله الموفق والمستعان. أحيا محمود. أمال لو كان الراجل عارف إحنا خارجين بكام من رشيد كان عمل فينا إيه؟ كان بلغ عننا البوليس؟ ليه يعني؟ شوفي لسه الحكومة ما منعتش الفرجة، سوى حياتك كلها سنتين ثلاثة وهتمنحها. أكيد هيطلعوا قانون إنك تقدمي كشف حسابك قبل ما تخش محلات الموبايلي، بدل بقى ما تقعدي تسألي الناس ده بكام وده بكام وتقرفي اللي فيها. ده على كده بقى يا حبيبي، واحد زيك وواحدة زيي مالناش غير محلات رشيد اللي حالها قرب. ليه يعني؟ مالها محلات المنشية والعطارين؟ وحشة؟ ده مش مقام يا حبيبي، الكلام ده مش عندي. طب ما انا عارف مش مقامك يا بنت. شوفي ودين النبي لاجيب لك عفشك من اكبر محلات موبايليا في اسكندريه، وجايزه تهفي في دماغي واجيب لك عفشك كله من دمياط. مش بحبك. تعملها، والله عارفه انك تعملها، مش عشان حاجه، عشان انت تستاهل كل حاجه كويسه. انا مؤمنه بيكم، مصدقاك يا محمود والله.
بس قول لي الاول عملت ايه في موضوع القضيه وبقى حطها لي دماغ الضحك اللي عملناها. محمود والنبي ما تقولش انها اتاجلت تاني. طبعا اتاجلت، ما انت عارفه المحاكم عندنا، المحكمه عايزه مندوب من جهاز امن الدوله، والمحامي كل شويه اجل القضيه عشان الانفلات الامن اللي في البلد وظروف البلد الامنيه. وحليني بقى عقبال ما تمر البلد من ظروفها الامنيه وانحداراتها وانعطافاتها. ابقى انعطفت انا رحمه ربنا. لا يا حبيبي بعد الشر عليك ما تقولش كده. طب كل الهم ده شايله لوحدك ليه؟ ما قلتليش ليه اول ما شفتك. وانكد عليك اول ما اشوفك يا بت، ما يصحش. طب ومين هيشيل همك غيري؟ ايه نظرات القلق اللي في عينيكي دي؟ امال فين بقى مؤمنه بيك ومصدقاك؟ طبعا مؤمنه بيك ومصدقاك، بس انا بس خايفه عليك من الاحباط يا محمود بصراحه. احباط؟ احباط مين يا بت؟ شوفي انا مش هسيب البلد دي غير لما اخد حق منها تالت ومتلت، وبكره هتشوف. مش هتبقي معايا ولا ايه؟ طبعا هبقى معاك. امال هروح فين؟ رجل على رجل. بس افكر يا حبيبي فكره بقى نقولها لابويا لما نرجع، لما يسالك على موضوع القضيه. ده ما رضاش ينزلني معاك غير لما قلنا له ان احنا رايحين اسكندريه نتفرج على العفش. لا وايه؟ لميت له كل كروت محلات الموبايل اللي في اسكندريه، ولسه غير صورك بقى جنب الكومودينو، جنب السفونيره، قاعده جوه الدولاب، لازم يبقى معايا دليل. يا ابن اللذينة، اتاريك عمال تكركع من الضحك وانت عمال تصورني. وانا اللي بحسبك بتصورني عشان الذكرى يا محمود؟ بحب ابليس يا اخواتي. اللي بالحق بقول لك ايه؟ تفتكر الشياطين يعني بيتعبوا عشان يتجوزوا زينا كده؟ ولا اول ما بيتخرجوا بيتجوزوا على طول؟ لا لا اكيد عندهم بطله زيهم زينا بالظبط. ما هو خلاص ما بقوش لاقيين بشر عشان يغلوهم. الله عليك بتاعتي. بقول لك ايه؟ بيقولوا في محل الموبايل هنا في اسكندريه 7 ادوار، وعندي امل ان اخطف في كل دور بوسه. ده بعينك، انا مش هلف معاك في ولا محل تاني غير لما يبقى معايا محرم. سيادتك بما ان احنا مش قادرين نثبت على هيثم باشا تهمة التأثير على شاهد عنده بنت، فبالتالي مش هنقدر نثبت تهم اكبر واخطر على رؤسائه. هو انا هاخد كام سنة سيادتك؟ يعني ايه؟ يعني يا فندم مش انا المفروض دلوقتي ان انا ببلع على الضباط الشرفاء؟ هي دي قانون كام سنة سيادتك؟ لا دي حاجة قضية بره القضية اللي انا بحقق فيها دلوقتي يا محمود. ده موضوع يرجع للي انت اتهمته، بعد كده يشوف هو يرفع عليك قضيه ولا لا، ده حاجه ترجع له. يعني انا رحت وجيت ومصيري برضه في ايد واحد زي هيثم باشا. كان يقدر قبل الثوره ان هو يسجنني ويسحلني ويتاويني في اي حته، وبرضه بعد الثوره يقدر يسجنني. الا بالحق يا فندم، هو الواحد ممكن يرفع قضيه انتحال ثوره، ودي مش موجوده في القانون. اتفضل انت لو سمحت. شوف يا محمود، انا متعاطف معاك جدا، علشان كده هتكلم معاك بشكل انساني وشخصي. قضيتك دي يا محمود أغرب قضية عدت عليا في حياتي المهنية كلها. أنت متهم بقضية إرهاب، جيت تسلم نفسك علشان تثبت براءتك، وتتهم اللي عمل فيك كده. بس الحقيقة يا محمود قضيتك مفيش فيها أي ورق في أي مكان في جمهورية مصر. مفيش مصلحة عندها ورق القضية دي، لا السجون ولا النيابة ولا أمن الدولة ولا الداخلية، وحتى اللي كانوا معاك مش عايزين يعترفوا. زملائك اللي كانوا معاك في السجن بتوع الجماعة الإسلامية قالوا إن هم ما يعرفوكش أصلا، ودي الحقيقة حاجة محبطة جدا. إن ضاع منك فرصة إنك تثبت براءتك وتجيب حقك حاجة تحرق الدم. لكن على الأقل في جانب إيجابي في الموضوع،
مش محتاج تثبت براءتك. انت دلوقتي بريء، تقدر تمارس حياتك زي ما انت عاوز. واهلي اللي واقفين بره دول مستنيين ان انا اجيب حقي وحق اخويا اللي اتقتل. اقول لهم ايه؟ اقول لهم اني ما قدرتش اثبت ان مستقبلي ضاع. ما قدرتش اثبت اني اتسجنت وان كل اللي معايا اتقتلوا. طب وامي؟ الست اللي واقفه بره مستنيه حق ابنها اللي اتقتل. اقول لها ايه يا سيادتك؟ اقول لها ان انا ما قدرتش اثبت حقي وانا حي. فازاي هجيب لك حق ابنك اللي اتقتل؟ وانت لو مكاني يا فندم هتعمل ايه؟ والله انا مش عارف اقول لك يا محمود. ربنا معاك. ولما الورق المتستف والمحامين العقر والقوانين اللي مليانه اخرام تضيع مستقبل واحد زيي كان جاي لحضرتك تعشم انه ياخد حقه، برضه هتقول ربنا معاك، مش كده يا فندم؟ خلاص احنا اسفين يا فندم، حضرتك اكيد طبعا مقدر الظروف. ممكن نخلص اجراءات الافراج رسميا؟ هو مش متهم اصلا عشان يفرج عنه. حبيب امك يا حبيب امك. ازيك يا محمود؟ السلام عليك. الله يسلمك يا ابني. طمنا عليك يا ابني. الحمد لله اخدت افراج واسقطت كل التهم عنك. الله اكبر. الله يا رب ظهر الحق. الحمد لله. ومش بس كده، الضابط اللي اسمه هيثم قبضوا عليه وهيحولوا له المحكمه عشان يتحاكم. يا من انت كريم يا رب. انا كنت متاكد ان ربنا هينصفنا، ما ضاع حق وراءه مطالب. الحمد لله يا ابني. يلا بقى توكلوا انتوا على الله عشان تلحقوا توصلوا رشيد قبل الليل ما يليل. ليه؟ لو انت مش هتيجي معانا؟ لا معلش يا اما، انا لازم اروح اسكندريه مع منى الاول. تاني ليه؟ لازم نروح للحاج جابر يا اما عشان اخليه بكره يروح يدلي بشهادته. اصل الضابط هيثم كان دايما بيهدده، لكن بكره يقدر يقول اللي هو عايزه. ولازم بعد كده نطلع على اهل عاصم واسماعيل عشان نتفق يعني هنوجه لهيثم الاتهامات دي ازاي. مش كده ولا يا منى؟ اه طبعا باذن الله. وما تقلقوش، كلها يومين تلاتة خلص اللي ورايا وارجع لكم على طول. ومش هسيب رشيد تاني يا اما غير لما اموت. بعد الشر عليك، اعوذ بالله، مش عايزاك تجيب سيرة الموت ده على لسانك ابدا. ربنا يبارك لي في عمرك يا حبيبي. انا كنت نادراها، يوم ما ربنا يظهر الحق هزغرط. ناوي على ايه بالظبط يا محمود؟ في ايه؟ انت عارف انا بتكلم على ايه كويس قوي. كذبت على اهلك ليه؟ يعني ايه كذب على اهله؟ دي في ايه؟ ما اعتقلوش هيثم يا شيرين. هيثم قدر يخرج منها زي الشعر من العجينه. امال سابوا محمود ليه؟ اسالوه. اسالوه ليه كذب على اهله؟ جرايا محمود في ايه؟ انت ما رحتيش معاهم رشيد ليه يا شيرين؟ هو ايه ما رحتش معاهم رشيد ليه؟ وانا قلت لك انا هاجي ابات عندك، انا رايحه ابات عند عمتي. وبعدين دي مش اجابه سؤال يا محمود. في ايه يا منى؟ يا ستي هيثم قدم ورق بيثبت فيه ملوش اي علاقه باي حاجه حصلت لمحمود. يعني زي ما تقولي كده طبخها مع رؤسائه بحيث انه ما يبقاش في اي دليل ضده. ومن غير ورق يعني ما فيش قضيه. يعني كمان ما فيش اي مسؤوليه قانونيه على محمود، فبالتالي افرجوا عنه. اه عشان يروح بقى يعيش حياته، يعتبر كل اللي حصل ده كابوس وحش وينسى. انا مش فاهمه ايه المشكله. يعني دي حاجه وحشه، ما حاجه كويسه طبعا، بس انا عايزه افهم انت ليه كذبت على اهلك وقلت لهم هم حبسوا هيثم؟ عايزين اقول لهم ايه؟ طلع هيثم زي الشعره من العجينه من الموضوع، محدش عارف يحاسبه. تفتكر هينبسطوا؟ ايوه هو ده بقى بالظبط، محدش عارف يحاسبه. انت بقى ناوي تعمل ايه؟ ناوي تحاسبه؟ ما روحتش ليه مع اهلك؟ ليه عاوز تروح اسكندريه؟ في ايه يا منى؟ هي اسكندريه مكتوبه باسمك؟ طالع يومين غير جو في الكابينه. اذا ما كانش عندك مانع يعني يا راجل. لا خالص، بيتك ومطرحك، اقعد فيها زي ما انت عايز. احنا بس خايفين عليك. ممكن بقى تفهمنا انت ناوي على ايه؟ يا جماعه مفيش حاجه في دماغي، انتوا نزل مني بس. انا بعد الظن اسم، مش نمسك الطريق بقى قبل ما الدنيا تليل ولا ايه؟ يلا. يا
ويا ترى بقى يا محمود حعرف اشوفك وانت في رحله الاستجمام بتاعتك دي في اسكندريه هنا؟ وانا اقدر استغنى عنك يا منى؟ بص يا محمود، انا مش عاوز اعرف انت هتعمل ايه، بس لو احتجت اي استشاره قانونيه انا برضو المحاميه بتاعتك. انت ليه مصممه ان انا هعمل حاجه؟ هو انا في ايدي حاجه اساسا اعملها؟ انا غلبان. غلبان؟ هتصبح على خير. تصبح على خير يا منى. انت من اهلا. وادي يا سيدي منى نزلت. ممكن بقى بصفتي مرات اخوك الله يرحمه تفهمني انت ناوي على ايه؟ مش هنوصل شيرين الاول؟ يا سلام، هي شيرين دي بنت البطه السودا ولا ايه يا محمود؟ ولا انا اللي هخونك يعني وش هحفظ سرك؟ اوعى تفتكر ان انا جايه اسكندريه هنا عشان الشغل زي ما قلت، انا سايب الدنيا كلها علشانك انت بس. خلاص يا شيرين، انت ما صدقتي، ما انت عارفه اني ما اقدرش استغنى عنك. انتوا ليه مش قادرين تصدقوا ان مفيش ايدي حاجه خالص اعملها؟ كل اللي عارفه ان انا لازم الاقي هيثم، ولما الاقيه لازم اكون مستعد. الكلام ده انا مش عارف اعمله لوحدي، لازم تساعدوني فيه. ولادي فين؟ مشكلتك تحلها معايا انا بس، عيالي ما لهمش اي ذنب، واخويا كمان ما كانش ليه اي ذنب. تفتكر حل مشكلته مع مين بالظبط؟ يا اخي افهم بقى، انا ما قتلتش اخوك، انت ليه عايز تلبسني جريمه ما عملتهاش؟ زي ما انت صممت انك تلبسني جريمه انا كمان ما عملتهاش، وكان ممكن بسبب اللي انت عملته ده يحصل لي زي ما حصل لعاصم او اتجنن زي اسماعيل. كله سلف ودي. خلاص اعمل فيها اللي انت عايزه، ان شاء الله حتى تقتلني، بس سيب العيال في حالها. ايه الحلول الدمويه دي يا باشا؟ انا ماليش في الكلام ده، مع اني ياما تمنيته عشان افش غلي، بس اكيد سيادتك عارف ان انا لو قتلتك هترتاح، وبصراحه ده حل ما يرضنيش. هيعملوك شهيد الوطن وشهيد الواجب، ويلفوك في علم مصر وجنازه عسكريه، ويمشي في جنازتك علية القوم، وانا هرجع هربان تاني. انت هتستريح وانا هفضل تعبان، يبقى ليه اريحك؟ طب ليه مثلا ما تجربش شعور ابويا وامي انك تكمل بقيه حياتك من غير عيالك؟ عارف لو كنت اتجننت في نفوخك وعملت في الولاد حاجه انا هطيعك. تفتكر ايه اللي يخليني عاقل يا باشا؟ بلد اديتني حقي مثلا، وصفتني منك ومن اللي زيك اللي ممكن يغيروا مصير بني ادم بجره قلم. تتحكموا في مصاير الناس وانتوا قاعدين في مكاتبكم، ده ارهابي عشان انت عايزه كده، وده خطر على امن الدوله عشان زمايلك عايزه كده. اللي عايزين تطلعوه فوق بتطلعوه فوق، واللي عايزين تنزلوه تحت بتنزلوه تحت، والناس مش مهمه في 60 داهيه. الناس بذمتك يا باشا مش دي حاجه تجنن؟ ده ليه واخد الموضوع كأنه طار بيني وبينك يا اخي؟ انا كنت بنفذ اوامر وتعليمات وسياسات موجوده في البلد، يعني لو عايز تحاسب حد حاسب اللي حاطه السياسات دي. الله الله، خلاص بقيتوا كلكم دلوقتي عبد المأمور، وبتتكلموا في السياسات اللي كنتوا بتنفذوها غصب عنكم، واكيد طبعا لما جيت لفاق للقضيه كان قلبك بيتقطع علشاني، وزميلك اللي رزعني التقرير اللي حرمني من الجامعه وخلاني اتمرمط في كل حته شويه اكيد كان بيعيط برضه وهو بيكتبه. ده غير ان سيادتك اكيد ما بتنامش الليل من اللي حصل لعاصم واسماعيل. الله اعلم بقى كام واحد وقعوا تحت ايديك وما رعتش فيهم ربنا. اللي حصل لعاصم ده خطا مهني، غلطه مش مقصوده يعني. طبعا غلطه مش مقصوده، عشان كده قررت تصلحها بكام جريمه ورا بعض. يا عيني. طب وماله؟
اعتبر برضو اللي حصل لولادك غلطة مش مقصودة. احنا اسفين جدا يا هيثم باشا. عارف لو كنت لمست شعرة منهم مش هيكفيني اقطعك بسناني. هخليك تكره اليوم اللي اتولدت فيه، وهتقولي ان اللي فات جم واللي جاي كوب اوسخ. شفت؟ ما قدرتش تكمل في دور الضحية كتير، بس تصدق ما كانتش لايقة عليك يا هيثم باشا. بس انا عذرك لأول مرة اعذرك. الضنا غالي. عايز كام؟ تفتكر حياتهم تسوى كام؟ اللي انت عايزه. نايم على خميرة كويسة اكيد يا باشا، صح؟ الا صحيح، هي شغلانة حماية النظام دي بتكسب قوي كده؟ اطلب اللي انت عايزه، لو مش معايا هتصرف لك. مع ان اللي اعرفه ان معاك كتير وكتير قوي كمان، بس معرفش. استنى كده اكلم ابويا وامي اسالهم هو دم احمد عندهم يسوى كام. يا عم افهم بقى، انا ما قتلتش اخوك. طب بلاش، نكلم اهل عاصم، اهل عمر، اهل عبد الرحيم، اهل اي حد روحه راحت اوانطة او مستقبله ضاع عشان كان عندك نفوذ. نسالهم حياه الناس دي تسوى كام. انا راجل كنت بخدم البلد، بحميها من الارهابيين اللي عايزين يدمروا امنها. بتحميها من مين؟ مننا؟ من اخويا؟ من ابويا العامل الغلبان اللي كل همه في الدنيا ان هو يجيب حقوق العمال الغلابه؟ ولا من عاصم؟ ولا من اسماعيل؟ لا فعلا ونعم الحمايه. احنا اسفين يا سيدي، بس مهما كان برضو الغلطات اللي احنا وقعنا فيها دي كلها ما تجيش حاجه جنب امن البلد. انتوا كنتوا بتحموا شخصيات. انتوا لو فعلا كنتوا بتحموا البلد كنتوا حميتوها من الناس اللي سرقتها ونهبتها وجابت الفقر لاهلها. لو فعلا بتحموا البلد يا هيثم باشا ما كنتوش تخلوا احمد واللي زيه يضحوا بعمرهم وهم لسه في عز شبابهم، واللي يموت في البحر واللي ينتحر. يعني خلاص احنا بقى المشكله مصر هتبقى كندا ولا استراليا لما نسيب مناصبنا؟ وهو انتوا لسه مشيتوا؟ وبعدين مين قال لك ان احنا عايزين مصر تبقى كندا ولا استراليا؟ احنا عايزين الناس ما تضربش على قفاها في الشوارع، عايزين الناس كرامتها ما تتهنش، عايزين الناس لو اتظلمت تاخد حقوقها بالقانون بدل ما تروح تولع في نفسها في اي حته من الظلم اللي فيها. يعني لو قتلتني دلوقتي خلاص كل حاجه هتبقى تمام؟ انا واحد من النظام بقاله 7000 سنه، تقدر تهد نظام بقاله 7000 سنه؟ انت ليه مصمم ان انا عايز اقتلك؟ خيالك ما جابش غير كده. مع اني ممكن اخليك تتمنى الموت كل يوم. انت قلت لي مش هتاذي الولاد. ما تستعجلش على رزقك، هتعرف كل حاجه في وقتها. انت لما تاذيني وتاذيهم ايا كان يعني هتستفيد ايه؟ شكلك هتتحل؟ انت هتبقى كويس؟ لا طبعا، بس احس ولو لمره واحده في حياتي ان انا انتصرت في اي حاجه على اي حد. ولا ايه؟ مكتوب عليا اعيش العمر كله شقيان ومتمرمط. انا ممكن اسجل لك دلوقتي اعتراف بكل اللي انا عملته، وخد حقك بالقانون لو انت عايز. مش ممكن يا هيثم باشا، مالكش حل والله. يموت الزمار وصابعه بتلعب. وانت فكرك بعد كل اللي عملته فيا ده ممكن اصدق ان هاخد حقي منك بالقانون؟ امال عايز ايه؟ خلصني. ولادك كلها ساعة وهيبقوا في البيت. اتفضل. ايه ده؟ ده اللي انت قعدت تعمله في الناس طول عمرك. زي ما لقيت ملفاتي وملفات ابويا وملفات اخويا على مكتبك قررت اعمل لك ملف بنفسي. الملف ده هتلاقي فيه انجازاتك، يعني ملخص لانجازات حياتك. هي صحيح مش مشرفه، بس هتلاقي فيه حصر لكل القضايا اللي انت عملتها للناس وظلمتهم، والقضاء برأهم، بس انت بقى رميتهم في المعتقل او في السجن من غير اي ورق رسمي. مش بس كده، انت هتلاقي في الملف ده معلومات خطيره جدا عنك. في ناس حبايبك قوي ساعدونا يا هيثم باشا، وبصراحه لولا مساعدتهم ما كناش هنقدر نحط الملفات الخطيره دي. يعني تحركاتك، عنوان بيتك، ومش بيتك انت وبس، لا، كل عناوين قرايبك وحبايبك ونسايبك واي مكان ممكن تستخبى فيه ان شاء الله ساعه. بس مش ده المهم. المهم انك هتلاقي في الملف ده كمان معلومات عن كل الشركات اللي ليك اسهم فيها،
أو شريط أصحابها بمزاجهم أو غصب عنهم، سواء بقى فوق الترابيزة أو تحت الترابيزة. يعني تقدر تقول مفيش مليم أو سهم بتكسب من وراه غير لما هتلاقيه موجود في الملف ده. سيادتك بقى عارف قانون، من أين لك هذا؟ فضايح في البرامج والجرايد. أما بقى بالنسبة للناس اللي برا مصر، ما تقلقش، احنا عملنا حسابنا كويس أوي. احنا عملنا موقع سميناه موسوعة الجلادين، وما حطيناش فيه العاطل مع الباطل. احنا برضو ناس عندها ضمير، حطينا فيه أسماء الناس اللي ظلمت وعذبت بس، وكل ما يتقفل هنفتح غيره. يعني تقدر تقول كده هيثم باشا، هتعيش طول عمرك متراقب وهربان زي أو زي ناس كتير غيري أنا معرفهاش، وجايز تحسبها وتقرر أنك تسافر. بس أعتقد إن هم هيمنعوك من السفر، لأن في نسخة من الملف ده راحت مكتب النائب العام. زمان راجية وصلت ولادك البيت، ولادك بقوا في حضنك يا هيثم باشا. أشوف بقى هتقول لهم إيه. Thank you.